بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنشرح ازاي نحل الفريم باستخدام طريقه الفاينايت اليمنت، وهنحل الشيت رقم 5 او الاساينمنت رقم 5 اللي هو بيتكلم عن الفريم باستخدام طريقه الفاينايت اليمنت. فقبل ما نبدا بخطوات الحل والكلام ده كله، هنبقى عارفين بعض الحاجات الخاصه بالفريم، تمام، او خاصه بالفاينايت اليمنت عامه. اي ممبر موجود في الفريم بيبقى له مصفوفه اسمها الستيفنس ماتريكس، مره في اللوكال اكسيس ومره في الجلوبال اكسيس. فبالتالي المفروض مطلوب منا قبل ما نبدا اصلا حل يبقى ازاي بنعرف نحسب الستيفنس ماتريكس للممبر الواحد في اللوكال اكسيس، وفي نفس الوقت نعرف نحسبها للممبر الواحد برضو في الجلوبال اكسيس. طيب الكي اللي في اللوكال اكسيس بتساوي مصفوفة 6 في 6 بالشكل ده، 6 صفوف في 6 أعمدة. بتبدأ ازاي؟ بتبدأ بعنصر اسمه مثلا A على ال، طبعا دي يانج مودولس، وده الاريا بتاع الممبر نفسه، وده طول الممبر، وفي 12 اي اي على ال تكعيب برضو يانج مودولس، والانرشيا الاي والال ايه تكعيب طول الممبر تكعيب، وهكذا. فبالتالي انا هقدر احسب الاي اي على ال لاي ممبر، وهقدر احسب الاي اي على ال برضه لاي ممبر، فبالتالي هقدر احسب الكي لوكال لاي اليمنت. طيب انا كده حسبت الكي لوكال لاي اليمنت، المفروض برضه اعرف احسب الكي جلوبال لاي اليمنت. طيب عايزين نعرف الفرق بينهم. ممكن مثلا لو احنا عندنا فريم بالشكل ده، تمام، لو انا فرضت ان ده كده محور اللوكال للاليمنت ده، وده محور برضو اللوكال للاليمنت ده، وده برضو محور اللوكال اكسيس للاليمنت ده، وجيت في البداية فرضت ان الجلوبال اكسيس ماشي كده، ده الجلوبال اكسيس اللي هو الاكس محور اكس، وللفوق ده محور واي، تمام. طيب ده فريم بالشكل ده كده، مثلا دي نقطة واحد ودي نقطة اتنين ودي نقطة تلاتة ودي نقطة أربعة. دلوقتي الممبر ده له كي لوكال، هنعرف نجيبها ازاي؟ هنجيبها بالشكل ده. طيب ليه كي جلوبال؟ أيوه ليه كي جلوبال، عشان نجيب الكي جلوبال هنعرف نجيبها ازاي دلوقتي. طب الممبر ده ممبر اللي هو بادئ من اتنين ومنتهي عند تلاتة، ليه كي لوكال برضو، تمام، وبرضه ليه كي جلوبال. بس هنلاحظ دايما دايما لو محور اكس موازي للاكس اللي ماشي في الممبر، يبقى دايما الكي لوكال بتساوي الكي جلوبال. فما تتعبش نفسك تجيب الكي لوكال وتيجي تحسب الكي جلوبال، هتلاقيها نفس القيمه بتاع الكي لوكال. فانت بالتالي لو الممبر بتاعك الاكس بتاعه اللي هو من 2 ل 3 ده لو موازي لمحور اكس، فانت تعرف ان الكي لوكال هي ايه؟ الكي جلوبال. طب خلصنا من الجزئيه ديت. طب لو انا بقى عندي مثلا ممبر زي 1 2 ده كده الراس اللي فوق كده الاكسس بتاعه ماشي من 1 ل 2، فده كده مش بيوازي المحور اكس، فهعرف ان الكي جلوبال مش هي الكي لوكال، فهضطر احسبها. طيب عشان احسب الكي جلوبال لازم احسب حاجه اسمها الترانسبورتيشن ماتريكس اللي هي المصفوفه دي تي. الترانسبورتيشن ماتريكس دي كده عباره عن مصفوفه 6 في 6 بنحسبها لكل ممبر، تمام. هي عباره عن ال ام سالب ام ال 1 ال ام سالب ام ال 1 والباقي كله اصفار بالشكل ده كده، دي كده بنحسبها. طب لو جينا بس معلومه، الممبر ده اللي انا قلت فيه الكي لوكال هي الكي جلوبال، لو انت حسبت له الترانسبورتيشن ماتريكس ديت هتلاقي ان الدياجونال كله ده وحايل والباقي كله صفار، فهي عباره عن مصفوفه الوحده اللي هو الدياجونال كله صفار، فبالتالي لو مش هتفرق معاك اصلا، هتعرف ان الكي جلوبال هو الكي لوكال. طيب انا اصلا لو انا حسبت لو انا عرفت احسب ال والام، وهنقول بنحسبه من دلوقتي، بعد ما احسب التي نفسها، لو ضربت التي ترانسبوز، لو ضربتها في الكي لوكال وضربتها كمان مره في التي نفسها، بالتالي هقدر احصل على الكي جلوبال، تمام. فلو انا ضربت التي ترانسبوز في الكي لوكال في التي تاني مره، كده هقدر احصل على ايه؟ على الكي جلوبال. طيب ماشي، نحسب ازاي ال والام؟ لو انا عندي ممبر بالشكل ده كده بادئ من بي ومنتهي عند كيو، او بادئ من 1 ل 2، فانا النقطه دي ليها
احداثي اكس وواي، تمام، والنقطة دي برضو ليها احداثي اكس وواي. فالال عبارة عن ايه؟ الال عبارة عن اكس كيوب ناقص اكس بي على ال، تمام. يبقى كده ال عبارة عن اكس كيو ناقص اكس بي على ال، والام بقى بتساوي ايه؟ طبعا ال دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن طول المنبر، ودي كده ال اللي احنا بنحطها فين؟ اللي احنا بنحطها في الترانسبورتيشن ماتريكس. طب الام بقى عبارة عن ايه بقى؟ الام عبارة عن الواي كيو ناقص الواي بي على ال، او بمعنى اخر لو الممبر بتاعك بالشكل ده كده ماشي من هنا لحد هنا كده ماشي في الاتجاه ده كده، اقدر اقول ان ال هي عباره عن كوزاين الزاويه دي، والام هي عباره عن ساين برضو نفس الزاويه، تمام كده. طيب دلوقتي عرفت احسب التي اللي هو الترانسبورتيشن ماتريكس اللي هو عباره عن ال ام سالب ام ال واحد وهكذا. طيب بعد ما احسب التي ده عرفت احسب ازاي الكي جلوبال، اضرب التي ترانسبوز في الكي في التي جبت الكي جلوبال. لكن الدكتور قال لك انت يعني مفيش وقت اصلا نقعد نحسب التي ونضربها ونجيب لها ترانسبوز ونضربها في الكي ونضربها كمان مره في التي، فده كله بياخد وقت. فانت في لو انت عملت الكلام ده كله هتيجي في الاخر هتلاحظ ان الكي جلوبال هي المصفوفه دي كده، هتجيبها ازاي؟ تروح حاسب حاجه اسمها كي واحد واحد اللي هي ال تربيع في الاي اي على ال زائد ام تربيع في 12 اي اي على ال تكعيب. ده كده لو حسبت القيمه دي كده وحطيتها هنا، وحسبت الكي واحد اتنين وحطيتها هنا، وحسبت الكي واحد تلاته وحطيتها هنا، وسالب كي واحد واحد وهكذا. يعني انت لو حسبت القيم دي كلها كده، كل الحاجات دي كده، وحطيتها في المصفوفه دي ومليت منها المصفوفه دي، هتلاحظ في الاخر ان الكي جلوبال هي المصفوفه دي كده. فانت عشان تحسب الكي جلوبال في السؤال بتاعك مش لازم تقعد تضرب التي ترانسبوز في الكي في التي زي ما قبل كده. لو نفتكر في الترص كنا حافظين على طول ايه؟ ان الكي جلوبال الليمت الواحد بس عباره عن ايه؟ ال تربيع ام ال سالب ام ال وام تربيع وهكذا. كنا حافظين مصفوفه 4 في 4 للترص قبل كده، مع انها اصلا جايه منين؟ جايه من التي ترانسبوز في الكي في التي، نفس الشكل ده كده. فاحنا ايه هنحفظ على طول ان الكي جلوبال بنجيبها ايه من الشكل ده كده. وعرفنا امتى الكي جلوبال تساوي الايه الكي لوكال، عرفنا من ازاي ان امتى لو الممبر الاكس بتاعه موازي للاكس بتاع محور اكس يبقى كده خلاص ايه الكي جلوبال بتساوي الكي لوكال. طيب في حاجه تانية مهمه قبل كده لما كنا بنقعد نحسب الفيكسد اند مومنت كنا حافظين شويه حاجات كده. لو مثلا عندي ممبر زي ده كده، لو عندي ممبر زي ده كده مثلا وعليه حمل موزع بالشكل ده كده، كنا احنا حافظين ان دايما الفيكس اند مومنت في هنا مومنت بالشكل ده وهنا مومنت بالشكل ده، وهنا في قوه راسيه بالشكل ده وقوه راسيه هنا ايه بالشكل ده. وكنا حافظين ان المومنت ده مقداره كام؟ دبليو في ال ال تربيع على ال 12، وده دبليو في ال تربيع على ال 12، وده كده اسمه دبليو في ال ايه على ال 2، وده دبليو في ال على ال 2. فنفترض بقى دلوقتي مثلا الدكتور جاب حمل بالشكل ده كده، هتيجي تدور في الابندكس حتى لو معاك الابندكس في الامتحان مش هتلاقيه، ممكن ما تلاقوهش في الابندكس ولو انه غالبا هيبقى موجود. فطبعا هيبقى في فيكسد اند مومنت هنا بالشكل ده، وهنا فيكسد اند مومنت بالشكل ده، وهنا هيبقى في برضه قوه هنا بالشكل ده وقوه هنا بالشكل ده. فطبعا دايما بيجي سؤال في الامتحان، دايما بيجي سؤال في الامتحان يجيب لك حمل موزع بالشكل ده، حمل مثلا على شكل بارابولا ويديك المعادله بتاعته ويقول لك انا عايز الفيكسد اند مومنت، او بيقول لك بقى ايه بقى، بيقول لك كده بيقول لك انا عايز الايكوفالنت اند لود. تعال نعرف موضوع الايكوفالنت اند لود ده. لو انا عندي ممبر زي ده، تمام، ممبر زي ده عليه حمل بالشكل ده كده، كلمه ايكوفالنت اند لود معناها ان انا عايز احمال موجوده عند النهايات هنا وهنا تديني نفس الديفورمد شيب بتاع الكاميرا دي لما كان عليها الحمل الموزع ده. يعني انا عايز اشيل الحمل ده كده واحط مكانه حمل في البدايه هنا كده وهنا كده، بحيث ان الاحمال اللي بالشكل ده كده تديني نفس الديفورمد شيب اللي كان هيديه الحمل الموزع. فده كده معنى كلمة equivalent end load. فطبعا بديهي كده اللون ده مش واضح،
فبديهي كده لو انا عندي كاميرا بالشكل ده كده الديفورمد شيب بتاعها هيبقى لتحت، يعني هينزل تحت كده، تمام. فاكيد اكيد الايكوفالنت اند نود اند لود اللي هي الاحمال اللي موجوده عند النهايه والبدايه، والنهايه والبدايه هتبقى حمل عامل كده، وهنا مومنت برضو عامل كده، وقوه بتشيل لتحت وقوه بتشيل لتحت. فده كده اللي مطلوب نحسبه، مطلوب نحسب الايكوفالنت اند لود. فلو انا عايز احسب الايكوفالنت لو انا عايز احسب الايكوفالنت اند لود هعمل ايه؟ هروح جايب الحمل ده كده، الحمل ده كده هكامله طبقا للشيف فانكشن اللي انا عايز اجيب الحمل المقابل ليها. بمعنى انا دلوقتي عندي حمل موزع بالشكل ده كده، دايما الاتجاهات بتاعتي بفرض ان القوه لفوق موجب المومنت عكس عقارب الساعه موجب، تمام، وبرده القوه في الاتجاه الافقي اليمين بتبقى موجبه. طيب انا عايز اجيب الحمل اللي هو الام بي ده، عايز اجيب المومنت مثلا، المومنت اللي موجود عند السبورت في الناحيه دي كده، بحيث ان هو يخلي لي الديفورمد شيب للحبل الموزع ده نفس الديفورمد شيب لما احط الاحمال المركزه ديت، يعني لما احط ام بي وفي بي واحط الام كيو والفي كيو يديني نفس الديفورمد شيب اللي موجود للكاميرا الاصليه. فهعمل ايه؟ هكامل الدبليو، هكاملها مع الشيب فانكشن اللي بتخص المومنت اللي هو الام بي. فاحنا نبقى عارفين بقى لو انا عندي عايز احسب الفي، لو انا عايز احسب الفي بي هكامل الدبليو مع الابساي 3 اللي هو بيبقى هنا في واحد كده، لو انا عايز احسب الام بي هكامل الدبليو مع الابساي اللي اسمها ابساي مش دبليو، اعدلها دلوقتي. يبقى كده لو انا عايز احسب الام بي هكامل الدبليو ده، الدبليو ده هكامله مضروب في الابساي 4. ليه ابساي 4؟ لان المومنت ده بيعمل روتيشن، فالشيف فانكشن الخاصه بالروتيشن في بدايه المنبر هي عباره عن اكس ناقص 2 ال مضروب في اكس على ال تربيع زائد ال مضروب في اكس على ال تكعيب. طيب لو انا عايز احسب الفي بي، الفي بي ده عباره عن شير في بدايه المنبر راسي كده، فانا هجيب الشيف فانكشن المقابله لليونت ديسبيسمنت اللي موجوده في بدايه المنبر اللي هي ايه؟ 1 ناقص 3 في الاكس على ال تربيع زائد 2 في الاكس على ال تكعيب وهكذا. طب عايز احسب مثلا ام كيو، عايز احسب ام كيو، فالام كيو هكامل الدبليو مضروبه في الابساي كام بقى؟ ابساي رقم 6 لان هي دي عباره عن يونت روتيشن في نهايه المنبر. عايز احسب الفي كيو هكامل الدبليو مضروبه في الابساي رقم 5 اللي هي 3 اكس على ال تربيع وهكذا. طيب هنعمل هنعرف حاجه، انا قلت دايما الاتجاهات عكس عقارب الساعه بتبقى موجبه في المومنت، والشير بيبقى راسي موجب وافقي سالب. طيب لما احسب الام بي زي ما احنا قلنا هقول الدبليو اوف اكس، الداله دي كده معادله ثابته، دبليو اوف اكس بيساوي دبليو، ممكن يكون ايه؟ قلنا ممكن يكون مثلث، ممكن يكون اي حاجه، هجيب له ايه المعادله بتاعته زي ما قلنا نشوف في اول سؤال في الشيت. طيب ام بي بتساوي تكامل دبليو اوف اكس مضروب في الابساي اكس، انهي ابساي بقى؟ ناخد انهي حاجه؟ ناخد الابساي رقم 4 اللي هي اكس ناقص 2 ال وهكذا، اكس ناقص 2 ال. طيب الدبليو دي كده دبليو فيكس دي اخدها دبليو ولا اخدها ناقص دبليو؟ اخدها ناقص دبليو. ليه ناقص دبليو؟ لان انا عندي دبليو دي كده ايه؟ احمال نازله لاسفل، احمال نازله لاسفل بالشكل ده، وانا بقول ان الاحمال اللي طالعه لفوق موجبه واللي تحت سالبه، فاخد دي كده ناقص دبليو، لما احط عند لما اعوض عن دبليو في اكس اخدها ناقص دبليو، تمام. خلي بالك بقى في ناس بتقول لك ايه؟ في ناس بتقول لك انا هاخدها موجب دبليو عادي، بس هعتبر اللي انا بحسبه هعتبره الفيكسد اند مومنت. يعني ممكن ناس تلاقي بتاخد الدبليو دي تاخدها ايه؟ بموجب دبليو، بس معناها كده بقى انها بتحسب ايه بقى؟ بتحسب الفيكسد اند مومنت. لكن لو انا بحسب الايكوفالنت اند لودز لازم تاخدها بايه؟ بالسالب. وطبعا احنا هنعرف ان دايما الايكوفالنت اند لودز عكس الفيكسد اند مومنت، تمام؟ دايما الايكوفالنت اند لودز عكس الفيكسد اند مومنت، فانت ممكن تعتبرها موجب وبالتالي يبقى بتحسب ايه؟ يبقى بتحسب الفيكسد اند مومنت، ممكن تعتبرها سالب يبقى بتحسب الايكوفالنت اند لود، واحنا عارفين ان الايكوفالنت اند لود في الاخر اصلا عارفين ان هو هيطلع شكله ايه؟ شكله مومنت هنا كده ومومنت هنا كده
وقوه لتحت وقوه لتحت، ده كده الايكوفالنت اند لود. لكن لو بحسب الفيكسد اند مومنت فانا حافظ طبعا كلنا حافظين الفيكسد اند مومنت هيطلع شكله عامل كده، ودي القوه اللي فوق ودي قوه لفوق. طيب لو جينا عوضنا هكامل السالب دبليو مضروبه في الشيف فانكشن الخاصه بايه؟ الخاصه بال المومنت اللي هي اكس ناقص الكلام ده. هاجي اعوض في الاخر هاجي كامل اكس هتبقى اكس تربيع على 2، وعندي 2 ال مضروبه في اكس تربيع على ال، اكس تربيع على ال تربيع، لما اجي اكملها هيبقى هيديني 2 على ال مضروبه في الاكس تربيع على 3، زائد لما اجي اكمل الجزء ده كده هيديني ال 1 على ال تربيع مضروب في اكس اس 4 على ال 4، لما اكملها من صفر ال ال هيديني في الاخر سالب دبليو مضروب في القيمه دي، لما اجي اجمعهم في الاخر هيديني سالب دبليو في ال تربيع على 12، سالب دبليو في ال على التربيع في ال تربيع على 12. لو انا بقى ما خدتش معايا السالب ده كنت الاقيها دبليو ال تربيع على 12، فلو انا ما خدتش السالب ده كانت هتبقى اسمها ايه؟ كانت هتبقى اسمها فيكسد اند مومنت. لو انا خدت معايا السالب ده كان هيبقى اسمها ايه؟ ايكوفالنت اند لود. فطلع معايا سالب دبليو في ال تربيع على 12، معنى كده ان هو عكس الاتجاه ده، يبقى كده هو عامل كده. وانا طبعا اصلا عارف ان هو الايكوفالنت اند لود لازم بيكون في الاتجاه ده كده عشان يخلي لي ديفورمد شيب، هو ديفورمد شيب الناتج عن الاحمال الاساسيه. ما هو اصلا الايكوفالنت اند لود ده تعريفه ان هو احمال بتبقى موجوده عند النودز بحيث تخلي الديفورمد شيب هو نفس الديفورمد شيب اللي موجود نتيجه الاحمال الاساسيه، فاكيد هيبقى عامل كده وكده بحيث يخلي الديفورمد شيب نازل لتحت، وطبعا القوه دي تبقى كده وتبقى كده. طيب لو حبينا نحسب مثلا ام كيو هيبقى هضرب ال W دي هضربها في انهي بقى حاجه بقى؟ هضربها في الشيب فانكشن رقم 6 اللي هي خاصه بالروتيشن في نهايه الممبر، فهي الشيب فانكشن رقم 6 سالب ال في اكس على ال L تربيع زائد ال وهكذا. هاجي هكملها هيطلع معايا في الاخر دبليو ال تربيع على 12، ده في نهايه الممبر، وانا ايه الاتجاه الموجب بتاعي هو ده، فهو طلع موجب يبقى تمام، يبقى هو نفس الاتجاه صح، وانا اصلا عارف ان هو يبقى لازم في الاتجاه ده كده ولازم بيكون هنا كده عشان ايه؟ عشان يخلي الديفورمد شيب نفس الديفورمد شيب الناتج عن الاحمال الاساسيه. طيب وطبعا الشير عند البدايه اللي هو الفي بي بتساوي تكامل سالب الدبليو، اضربها في اي حاجه بقى؟ الشير بقى ايه؟ الشير هضربه في الابساي رقم 3. ليه بقى الابساي رقم 3؟ انا بحسب الشير عند البدايه، فهو يعتبر يونت ديسبيسمنت عند البدايه، فهضرب ال W في 1 ناقص 3 في الكلام ده كده يطلع معايا ناقص W في ال على 2، وطالما ناقص يبقى لتحت كده. ولو انت كملت لو انت جيت تحسب ال V كيو بالمعادله دي هيطلع برضو معاك ايه؟ هيطلع برضو معاك هيطلع معاك موجب، لا سوري، هيطلع معاك سالب، هيطلع معاك سالب، هيبقى كده. لو انت جيت تحسب ال في كيو هيطلع معاك سالب لتحت، هيبقى كده بالشكل ده. يبقى بالتالي الفي كيو بتساوي سالب دبليو في ال على 2 لاسفل بالشكل ده كده، انا ما لقيتش مكان احسبها، فهي في الاخر كتبتها بالشكل ده. تمام، بعد بقى ما عرفنا الحاجات دي كلها كده المفروض هنعرف ان شاء الله نحل بشكل كويس في الشيت. نبدأ بقى في حل الشيت. عندنا الاساينمنت رقم 5 بالشكل ده كده. هنلاحظ ان اول سؤال هو عبارة عن فريم عليه الرجل دي عليها حمل موزع مثلث بالشكل ده كده، وفي الجردر هنا عليها حمل مركز في النص، وده الرجل التالتة دي عبارة عن رجل فري رجل معلش اي احمال بالشكل ده كده، وعطيك كل الدايمنشن وكل اللودز وكل حاجة، وعايز يرسم البندنج مومنت دياجرام والشير فورس دياجرام والنورمال فورس دياجرام، وتاني سؤال بالشكل ده، وتالت سؤال في هنا الروتيشنال سبرينج بس مش اللي هو اللينير سبرينج ده، الروتيشنال سبرينج يعني هو عبارة عن روتيشن زي سبرينج كده، وده سؤال تالت، سؤال رابع، وده سؤال خامس. تمام، طيب نمسك أول سؤال. طبعا احنا متعودين على خطوات الحل بتبقى بالشكل ده كده. نبدأ الأول كده خالص نعرف برضو الموضوع، هو أعطيني إي أعطيني الإي باتنين في 10 أس 6 تقريبا، وأعطيني الأي بتاع الجردر، أعطيني الإي بستة، وأعطيني الأي بتاع الجردر برقم، وأعطيني الأي بتاع الكولوم برقم تاني. فأنا بدل ما أقعد أشتغل وأدخل معايا الأرقام تبقى كبيرة وأشتغل بالأي بتاع الجردر والأي بتاع الكولوم، أنا قسمت الاتنين على بعض، لقيت إن الإي أي جردر بتساوي 1.25 من الإي أي كولوم، لأن كده كده في الآخر هو قايل لي هنا ايه؟ قايل لي نجلكت الاكسيال ديفورميشن، فطالما قال لي نجلكت الاكسيال ديفورميشن يبقى قيمه الاي والاي نفسها مش هتفرق معايا. هنلاحظ في الاخر ان انا هضرب في الاي
اي واقسم على الاي اي، فبالتالي هيطيروا مع بعضهم. لو كان الاي اي بتاع الجردل هي الاي اي بتاع الكولوم، كنت الاحظ ان المومنت والشير وكل حاجه مش هيبقى ليها علاقه بالانرشيا ولا اي نفسها. لكن انا قلت هجيب نسبه ما بين الاي اي جردل والاي اي كولوم، بحيث ايه لو قابلني اي اي جردل احط مكانها 1.25 من الاي اي كولوم بالشكل ده. طبعا خطوات الحل زي ما احنا عارفين، اول حاجه بنحط اللوكال اكسيس والجلوبال اكسيس، وبنسمي الممبر وبنسمي الجوينت، وبنحط الديجري اوف فريدم، او بنعرف كام ديجري اوف فريدم. فاول حاجه هنحط الجلوبال اكسيس، فانا عامل هنا ايه اكس هو جلوبال، وهنا واي جلوبال، تمام. وهنسمي النقطه ديت واحد، والنقطه دي رقم اتنين، والنقطه دي رقم تلاته، والنقطه دي رقم اربعه. واللوكال اكسيس هنا هو الاتجاه ده والاتجاه ده وهنا الاتجاه ده. وانا عملت متعمد الاتجاه بتاع المنبر ده نفس الاتجاه بتاع المنبر ده، بحيث ان اللوكال اكسيز او الكي اللي هي الستيفنس ماتريكس بتاع اللوكال في الناحيه دي هي بتاع الناحيه دي، وفي نفس الوقت الجلوبال برضو هي بتاع الناحيه دي هي بتاع الناحيه دي. يعني لو انا عكست ده كده كنت هضطر احسب كي لوكال هنا غير الكي لوكال هنا، والكي جلوبال هنا غير الكي جلوبال هنا. لكن لو الاثنين في نفس الاتجاه كده، يبقى بالتالي ال نفس الكي هنا هي تبقى نفس الكي هنا. جميل. عايزين بقى نحسب عدد الديجري اوف فريدم. طبعا كده سمينا الممبر وحطينا اللوكال اكسيس والجلوبال اكسيس وكل حاجه، نعرف الديجري اوف فريدم. فانت ممكن تمشي بالطريقه دي، نفس الدكتور ايه دكتور بيحب يعملها في الحل بتاعه، بيجي كده عند كل نقطه وبيكتب عندها قوس في ثلاث حاجات، قوس كده في ثلاث قيم. القيم دي بتمثل ديجري اوف فريدم. دايما اول قيمه دي عباره عن الازاحه في اتجاه محور اكس، يعني دي كده دايما تبقى ازاحه في اتجاه محور اكس، ودي كده دايما بتبقى ازاحه في اتجاه محور واي، ودي دايما كده بتبقى روتيشن عكس عقارب الساعه بالشكل ده كده. فانا ممكن اصلا ما احطش يعني ممكن هتلاقيني في باقي الحل ممكن ما احطش السهم ده كده بيمثل الروتيشن في اتجاه عكس عقارب الساعه. فانت دايما حافظ بقى، هتحفظ بقى ان ايه، تحفظ ان الخانه الاولانيه دي عباره عن ازاحه في اتجاه محور اكس، الخانه الثانيه عباره عن ازاحه في اتجاه محور واي، الخانه الثالثه عباره عن روتيشن في اتجاه عكس عقارب الساعه بالشكل ده كده. طيب انا كاتب ديت كده نقطه هنجت، فبالتالي الازاحه في اتجاه محور اكس مفيش بصفر، وفي واي برضه مفيش بصفر. طب وروتيشن؟ لا في روتيشن لانها هنجت، تمام. طب نيجي نبص على النقطه دي كده، النقطه دي كده فيها ازاحه في محور اكس، ينفع يحصل فيها ازاحه في محور اكس، يبقى بالتالي هحط فيها كده درجه ديجري اوف فريدم، اسميها مثلا 2، هسميها 2، انا مسمي دي 1، يبقى خلاص دي 2، نبدا ناخدهم 1 2 3 4 وهكذا. طيب ازاحه في محور واي، هل ممكن يحصل ازاحه في محور واي؟ طبعا ممكن يحصل، لكن هو قال لي نجلكت الاكسل ديفورميشن، فطالما قال لي نجلكت الاكسل ديفورميشن يبقى النقطه دي كده مش هتتحرك لفوق. ليه؟ لان لو اتحرك لفوق الممبر ده لازم يطول شويه، وانا قال لك في راس السؤال قال لك نجلكت الاكسل ديفورميشن، يعني المطول الممبر نفسه مش هيطول، يبقى بالتالي هنحط صفر مكان الازاحه الراسيه. طيب الروتيشن؟ لا في روتيشن، في روتيشن هيبقى انا فرضه طبعا بالشكل ده كده. طبعا دايما نبقى عارفين كده، انا ليه معجب يعني خدت بالاتجاهات ديت؟ عشان الجلوبال اكسيس، انا فرض الجلوبال اكسيس ده اكس وده واي، فبالتالي اللي في اتجاه اكس هيبقى موجب، يبقى لازم نبقى عارفين ان الاتجاه ده موجب، والواي لفوق يبقى عارفين ان الشير بتاعي هيبقى لفوق كده، ومن اكس واي كده يبقى بالتالي المومنت ده كده هو الموجب اللي هو ايه في عكس عقارب الساعه، عشان بس ايه ما تتنسيش. طيب كده عرفت ان هنا في 2 و0 و3، والاثنين دي اللي هي ايه، عرفنا الاثنين دي اللي هي بتاع الحركه الافقيه، والصفر الحركه الراسيه عشان كده حطيت صفر، والثلاثه ده اللي هو الروتيشن. نجي النقطه دي كده، النقطه دي هلاقي فيها حركه افقيه، فيها حركه افقيه اللي هي بكام؟ اللي هي بالحركه الافقيه بتاع نقطه 2 اللي هي رقم 2، فنكتب هنا 2. طيب ليه النقطه دي نفس الحركه في النقطه دي؟ لان انا قايل نجلكت الاكسل ديفورميشن، فلو النقطه دي كده اتحركت هنا 1 سم يبقى لازم النقطه دي تتحرك هنا كام؟ 1 سم، لان انا الممبر نفسه مش هيطول ولا هيقصر. اوكي. طيب نيجي نبص على الرأسيه، الحركه الرأسيه مفيش، يبقى بصفر، لان انا قايل نجلكت الاكسير. ونشوف الروتيشن، لا في روتيشن بالقيمه غير الروتيشن هنا، فمسميه 4. وهنا نيجي نبص هنلاقي اكس مفيش، واي مفيش بسبب انها هنجت، والروتيشن لا، هلاقي الروتيشن مسميه رقم 5. اوكي. طيب دلوقتي كده عرفنا الموضوع ده كده، عشان ممكن
بعد كده ما نرسمش الاتجاهات دي، ما نرسمش ده ولا نرسم ده، فتبقى عارف ان اول خانة بتاع الافقي اللي هو الشيء اللي هو في اتجاه اكس، وتاني خانة اللي هو الرأسي، وتالت خانة اللي هو الروتيشن عكس عقارب الساعة. طيب حبينا بقى نرسم نكتب الفي الفي سي تيبل اللي هو الفاريبل كورليشن تيبل. الشكل ده كده دايما محفوظ، يعني شكل التيبل نفسه اللي هو الخانات دي ودي كده محفوظة. نيجي نعمل ايه؟ الرأسي هنا كده هو عبارة عن الممبر، اسم الممبر. الأوف كده ده البي اللي هو بداية الممبر، وده كيو نهاية الممبر. طيب ازاي نعرف البداية والنهاية؟ عن طريق السهم ده، السهم ده لفوق يبقى دي كده اسمها بي مثلا، ودي كيو. السهم ده كده ماشي ناحية اليمين يبقى دي كده اسمها بي، وده اسمه كيو. جميل جدا. طيب وهنا ده اسمه يو واحد في واحد لامدا واحد، دي بتمثل اللي هو النورمال، ودي بتمثل الشير، ودي بتمثل الروتيشن وهكذا، ودي دي 2 في 2 لامدا 2، وبنسمي الخانه دي رقم 1، دي رقم 2، دي رقم 3، رقم 4، 5، 6 وهكذا. لكن نمسك المنبر ده كده دايما الحاجات دي كده في الجلوبال اكسيز، يعني ده كده في اتجاه اكس، وده في اتجاه واي، وده في ده الروتيشن عكس عقارب الساعه. فدايما الحاجات دي كده في الجلوبال اكسيز. فهنجد المنبر رقم 1 ده، المنبر رقم 1 ده في بدايته ايه؟ في 0 0 1، وفي نهايته في 2 و0 و3، ف0 0 1 2 0 3. فعشان كده دايما ايه؟ دايما تكتب بالشكل ده كده. نجد المنبر رقم 2 في بدايته 2 0 3، في نهايته 2 0 4، يبقى 2 0 3 2 0 4. طب نجد المنبر ده كده بدايته فيها 0 0 5، نهايته فيها 2 0 4. كده خلصنا من الـ variable correlation table. طيب نيجي بقى نجيب نمسك بقى ممبر واحد، نمسكهم ممبر ممبر كده، ونحسب فيه ليهم الكي في اللوكال والكي في الجلوبال زي ما احنا قلنا في الاول خالص. فنجي لو احنا نفتكر كان اول قيمه هنا كانت اي اي على ال، وهنا كان صفر صفر، وبعدين هنا كان سالب اي اي على ال وهكذا. فهو قال لك نجلكت الاكسيال ديفورميشن، فطالما قال لك نجلكت الاكسيال ديفورميشن يبقى بالتالي يا اما تحط الاي، تحط الاي اي على ال، يا اما تحطها بصفر، يا اما تحطها برقم كبير قوي، يعني مثلا تحطها برقم اوفر كده قوي. فاحنا اسهل حاجه انك تحطها بصفر، هتسهل معاك الدنيا شويه، وفي الاخر هنعرف ازاي نجيب النورمال اللي موجود على القوه دي على المنبر ده. يعني في الاخر كده هيطلع في نورمال هنا كده، هيطلع المنبر ده مثلا بالضغط بكلمه معينه. فاحنا لو احنا حطيناها بصفر، واحنا لما نيجي نخلص حل في الاخر هنلاحظ ان النورمال بتاع المنبر ده بس هيطلع بصفر من الحل نفسه، لكن انت هتاخده منين؟ هتاخده من الشير بتاع المنبر ده زي ما هنعرف. يبقى انت تحطها ايه؟ حطها بصفر. هو دايما اصلا دكتور سعداجي مثلا في الفاينل ولا حاجه بيقول لك يا اما بط الاي اي بتساوي صفر، يا اما نجليت الاكسل ديفورميشن. فاحنا دايما هنحطها بصفر. فانت الكي لوكال عارفين احنا المصفوفه بتاعتها تبقى جيفن، فانت ايه هتحط تعوض بس ايه في المصفوفه دي كلها كده. فانا طبعا عشان ده كولوم، عشان ده كولوم، فانا ولا ده ايه؟ ده منبر رقم 2، انا بادئ بمنبر رقم 2، منبر رقم 2 اللي هو ده كده. فانا لاحظ اصلا ان المنبر رقم 2 المفروض اضرب في اي اي جردر، لكن انا شلت الاي اي جردر وحطيت مكانها كام؟ حطيت مكانها 1.25 من الاي اي ايه بتاع الكولوم. تمام كده. يبقى هجيب الكي في اللوكال للاليمنت 2 اللي احنا كنا جايبينها في الاول اللي هي دي كده، عوضت انا في المصفوفه دي كده. تمام. طبعا عوضت عن الاي اي بصفر، والباقي بقى عوضت عنه، خدت الاي اي عامل مشترك بره، ودي طبعا كان انا بجيب لي جردر دلوقتي، فدي كده بتاع الجردر، فاخدها بره واحط مكانها 1.25 في ايه؟ في الاي اي بتاع الكولوم عشان ما كترش الرموز. تمام. خلصت من الكي بتاع منبر رقم 2 في اللوكال. وانا اصلا قايل لك قبل كده معلومه ان لو المنبر الاكس بتاعه موازي لمحور اكس يبقى كده عرفنا ان الكي في اللوكال هي الكي في الجلوبال. خلصنا من دي. طيب تيجي بقى المنبر رقم 1. طبعا منبر رقم 1 المحور بتاعه، المحور بتاعه لفوق مش موازي لمحور اكس، يبقى بالتالي هيبقى اللوكال بتاعه غير الجلوبال. فهجيب اللوكال الاول، اجيبها ازاي؟ انا مش جايبها، لا انا مش حاسبها، انا مش جايب الكي لوكال للاليمنت رقم 1. بس انت هتعمل ايه؟ هتجيبها عاديه خالص، هتعوض في نفس المصفوفه دي، يعني هتعوض في نفس المصفوفه دي، بس بدل ما اكتب الاي اي جردر هكتب الاي اي ايه، بدل ما اكتب الاي اي كولوم هكتب الاي اي، بدل ما اكتب الاي اي جردر هكتب الاي اي كولوم. تمام. يبقى انا هعوض في المصفوفه الكبيره اللي هي اللي هي دي برضو اللي انا لسه جايبها دلوقتي، هعوض فيها عادي خالص، وتبقى الاي اي دي هتبقى اي اي كولوم، مش هضرب في 1.25 ولا حاجه.
تمام. انا هحسبها بس هحسبها قدام، كاتبها انا قدام، ممكن نجيبها كده قدام. ممكن نجيبها منين؟ من هنا. هي دي، بس انا كده مش كاتبها كلها، هي دي بس. انا هنعرف جبناها ازاي. حلو، هحسب الكيف اللوكال للاليمنت رقم واحد، والكيف في الجلوبال برضو نفس الاليمنت، فانا ما كتبتش الكيف اللوكال، فجبت الكي جلوبال على طول. جبتها ازاي؟ عوض، جبت ال ال والام. ال ال بكام؟ اكس كيو ناقص اكس بي على ال ال، الاكس كيو والاكس بي بصفار، ما هو الاكس النقطه دي بصفر والاكس النقطه دي بكام؟ بصفر، لان انا اصلا عندي محور اكس ماشي كده، فاكس اصبحت صفر ناقص صفر على صفر على واي على ال اصبحت بصفر، والام واي ناقص واي واي للكيو ناقص واي للبي على ال ال. الواي هنا كده بطولها اللي هو 6 ناقص اللي هنا بصفر على الستة اللي هو الطول نفسه هيديني واحد، فأصبحت دلوقتي عارف ال ال والام، وأقدر أجيب الكي واحد واحد وكي واحد اتنين وهكذا، وأقدر أملى المصفوفة دي كلها كده، وبالتالي أقدر أحسب الكي لممبر رقم واحد اللي هي إيه؟ كي جلوبال، تمام؟ فطبعا أنا قلت قبل كده أنا خدت الاتجاه ده هو هو نفس الاتجاه ده، عشان لما أجي أحسب للممبر رقم واحد يكون هو هو نفس الممبر رقم ثلاثة، فهلاقي إن الكي جلوبال للممبر رقم واحد هي هي كي جلوبال للممبر رقم ثلاثة، فبالتالي الاتنين بيساووا بعض بالشكل ده كده. طيب المفروض بقى دلوقتي أحسب الكي جلوبال للاستراكشر كله اللي هي الكي ماستر، يعني الاستيفنس ماتريكس للمنشأ كله اللي هي اسمها الكي ماستر، ممكن نسميها ماستر أو جلوبال للاستراكشر كله، تمام. طيب نحسبها ازاي بقى؟ نجيب الفي سي تيبل. من اجل الفي سي تيبل انا واخده هنا اهو، بدل ما اقعد نرجع له تاني. تمام كده، تمام كده. طيب ده كده الفي سي تيبل موجود هنا هو ايه في الرسمه دي كده. طيب انا عندي الكي اللي هو بتاع الاستراكشر كله، الخانه دي كده اسمها كي واحد واحد، الخانه دي اسمها كي واحد اتنين، دي اسمها كي واحد تلاته، دي اسمها كي واحد اربعه، دي كي واحد خمسه. طبعا احنا عارفين ان ال ديجري اوف فريدم كم ديجري اوف فريدم؟ خمسه. عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، عندي خمسة ديجري أوف فريدم، فبالتالي الكي بتاعتي اللي هي الستيفنس ماتريكس الاستراكشر كله عبارة عن خمسة في خمسة. طيب الخانة الأولانية ديت اسمها كي واحد واحد، دي كي واحد اتنين زي ما قلنا. طيب الخانة دي مثلا نشوف هي في الصف الكام؟ في الصف رقم تلاتة، يبقى كي تلاتة. وفي العمود رقم كام؟ العمود رقم تلاتة، يبقى كي تلاتة تلاتة. جينا كده مثلا نشوف الخانة دي كده، الخانة دي اسمها رقم اسمها كام؟ نشوف هي في الصف الكام؟ هي في الصف الرابع، يبقى كي أربعة. في العمود الكام؟ في العمود التاني، يبقى كي أربعة اتنين، تمام؟ يبقى كده نعرف نجيب إيه؟ اسم كل خلية من دول كام؟ طيب نيجي بقى نحسب الكي واحد واحد، دي اسمها كي واحد واحد، فهنشوف في الـ في سي تيبل، ممكن نكبره شوية. في الفي سي تيبل هنشوف فين الرقم واحد، فهنلاقي رقم واحد موجود في قصاد المنبر واحد، بس عند الخليه عند رقم كام؟ رقم ثلاثه. يبقى بالتالي هنا كده نكتب كي ثلاثه ثلاثه للمنبر رقم واحد. طيب كي واحد اثنين، كي واحد اثنين هلاقي ان الواحد واثنين موجودين هنا اهو، في واحد واثنين هنا، يبقى هكتب كي ثلاثه اربعه لمنبر واحد. نيجي نشوف مثلا كي واحد، كي واحد ثلاثه، كي واحد ثلاثه الاقي هنا في واحد وهنا في ثلاثه، يبقى كي 3 6 لمنبر واحد. طب ما في حاجه تاني؟ لا مفيش حاجه، يعني انا دايما لازم ابص عليهم كلهم واكتب اللي موجود فيهم كلهم. طب نيجي مثلا نمسك المنبر، نمسك قصدي النقطه دي مثلا، دي كده دي اسمها كي 1 4، في هنا 1 مع 4 لنفس المنبر؟ مفيش، ده 1 2 3، وهنا 2 و3 و4، مفيش 1 4 لنفس المنبر، يبقى خلاص كده هنا احط صفر. نيجي نمسك كي 1 5، كي 1 5 هل في 1 مع 5 في نفس المنبر؟ مفيش، يبقى نحط هنا صفر. نيجي نمسك مثلا، طبعا احنا عارفين ان هي سيمتري، يعني انا لما تيجي تحسب المصفوفه دي كده، تحسب اللي هو ايه من اول الدياجونال ده كده وطالع لفوق، ما تحسبهاش كلها يعني عشان ايه ما تضيعش وقت فيها. فنيجي مثلا نمسك مثلا الخانه دي كده، دي كده اسمها كي ايه؟ اسمها كي، طبعا احنا عرفنا ان كي 3 و4 لمنبر واحد هي هي نفسها القيمه دي لانها سيمتري. طيب نيجي نحسب دي كده، دي اسمها كي 2 2، كي 2 2، يبقى نيجي نمسك كل منبر كده، اول منبر ده فيه 2، ايوه فيه 2، يبقى هكتب في الخانه دي كده هكتب فيها
كي 4 4 المنبر 1 اللي هي اول حاجه دي. طيب نيجي نمسك هنا كده في 2 او في 2، يبقى نكتب كي 1 1 لمنبر 2 اللي هي دي كده، انا كاتبها بس كاتبها تحت اهو. تيجي نمسك دي، يبقى هكتب كده كي 4 4 لمنبر 2 اللي هي دي كده. تيجي نمسك بقى دي مع دي، يبقى هقدر اقول كده كي 1 4 لمنبر 2 اهي، 1 4 لمنبر 2 اللي هي دي كده. طب نيجي ننزل تحت خالص، هلاقي كي 4 4 لمنبر 3، يبقى نفس ايه، عرفنا كده دي جت منين، يبقى هجمع ده زائد ده زائد ده كده، هقدر اجيب الكي 2 2. تيجي نمسك دي كده كي 2 3 2 3، نمسك المنبر 1 هنا 2 وهنا 3، يبقى كي 4 6 المنبر 1، في 2 3 تانية، في المنبر 2، يبقى كي 3 4 المنبر 2. طبعا احنا عارفين 3 4 المنبر 2 هي 3، هي 4 3 المنبر 2، لان المصفوفة اصلا الكي نفسها سيمتري، يبقى تمام، يبقى كي 4 6 المنبر 1 زي كي 3 4 المنبر 2. نيجي نمسك مثلا دي، دي كده عبارة عن كي 2 4، كي 2 4. طيب كي 2 4 نشوف هنا كده في 2 4، لا مفيش غير 2 بس. طب نشوف هنا كده في 2، في 2 4، يبقى نقول كده كي 1 6 لمنبر 2 زائد كي 4 6 لمنبر 2، كي 1 6 لمنبر 2 وكي 4 6 لمنبر 2، في حاجة تانية في تاني، يبقى كي 6 كي 4 6 لمنبر 3، يبقى كده 4 6 لمنبر 3 زائد 1 6 لمنبر 2 زائد 4 6 لمنبر 2. نيجي نمسك دي مثلا، دي كده عبارة عن 2 2 5، في هنا 2 5 لا مفيش، في هنا 2 5 لا مفيش، في هنا تحت في، يبقى كي 3 4 المنبر 3 مظبوط. ممكن مثلا ناخد كمان دي كده، نسيبها نحسب مثلا دي كده بسرعة، دي كده اسمها كي رقم كام؟ رقم 4 4، يبقى دي كي 4 4. نشوف ال 4 4 موجودة فين، في هنا في 4 لا مفيش، هنا في 4 في 4، يبقى مع نفسها يبقى كي 6 6 منبر 2، هنا في 4 مع نفسها كي 6 6 منبر 3، يبقى كي 6 6 منبر 2 وكي 6 6 منبر 3. كده خلصنا من الكي جلوبال وبنعرف نحسبها، تمام اوكي. كده خلصنا من موضوع الكي جلوبال. طيب المفروض احسب اللود فيكتور، فاللود فيكتور عشان احسبه لازم احسب الايكويفالنت اند لود، لان انا بحول كل الاحمال اللي موجوده على الفريم بتاعي بحولها الاند لود بس، فانا عندي هنا احمال موزعه هنا، فلازم اجيب الايكوفالنت اند لود هنا وهنا عشان اخد منهم اللي هو اللود فيكتور. طب عندي هنا حمل مركز، هنا لازم اجيب الايكوفالنت اند لود في البدايه وفي النهايه، وطبعا ده بيبقى محفوظ، يعني ده الحاجات السهله محفوظه، انما حمل مثلث مش محفوظ، فبالتالي بتضطر ايه، بتضطر تدخل في المعادله بتاعته، يا اما ممكن اصلا تحفظ الحمل المثلث ده، تحفظ الايكوفالنت اند لود بتاعته وتبقى ايه في الامتحان ممكن تستخدمها، مش عارف ينفع تستخدمها على طول لا ولا لا، ولا لازم تثبتها يعني. فدلوقتي عشان نجيب الايكوفالنت اند لود ندخل في العلاقه اللي احنا كتبناها قبل كده ديت اللي هي التكامل، تمام، نكمل الدبليو مع الابصاي، انهي ابصاي بقى اللي احنا عايزينها بقى، لو انت هتجيب الام بي تكامل مع الابصاي نتيجة الوان روتيشن في بداية الممبر اللي هي دي اسمها ابساي، انا قلت اسمها ابساي ولازم دي مش دبليو اسمها ابساي. تمام، انا عندي الممبر الاولاني اهو اللي هو الممبر الرأسي، ده كان موجود ايه، كان موجود رأسي، يعني الممبر ده كان عامل كده وكان فيه حمل مثلث بالشكل ده كده، تمام كان عامل كده، فانا بس ايه خليته افق كده عشان اعرف اتعامل معاه، يعني يبقى شكله لطيف شويه. طب حلو قوي، احنا عارفين ان الايكوفالنت اند لود دايما اللي في البدايه ده دايما دي بتبقى ايه القوه في الاتجاهات الموجبه، يعني دي كده اف واحد لفوق كده ممكن لفوق وعكس عقارب الساعه بالشكل ده، ودي برضه لفوق وعكس عقارب الساعه بالشكل ده. طيب بالنسبه انا ضارب طبعا المعادله بتاع الحمل ده اسمها ايه، المعادله دي بنجيبها ازاي، اكس على ال في دبليو، يعني انا عندي دي كده الدبليو دي، واعطاني اعطيني الدبليو هنا بقيمه دي اعطاني باربعه، قال لي الحمل الموزع ده اقصى قيمه له باربعه طن على المتر الطولي في نهايه المنبر، فبالتالي عشان اجيب المعادله بتاع الخط ده كده، الخط ده له معادله، فهي عباره عن الميل في القيمه الرئيسيه دي، او هي ممكن تقول اكس على ال في الدبليو على طول، لو انت حبيت تجيب معادلة الخط ده هي عبارة عن الميل في اكس
يعني لان هو اصلا بيعتبر مثلا ده مثلا محور، ده مثلا محور واي وده محور اكس، فمعادله الخط ده عباره عن الواي بتساوي الميل في الاكس، فالميل كام؟ الميل عباره عن دبليو على ال، الميل هو الدبليو اللي هو الجزء ده كده على ال ال دي كلها كده اللي هو التاني الزاويه دي، ده الميل. يبقى دبليو على ال مضروبه في اكس، او اكس على ال مضروبه في دبليو. يبقى دلوقتي دبليو قيمه الدبليو كداله في الاكس هي عباره عن تلتين الاكس، عوضت عن ال ال بسته والدبليو أربعة. عشان أجيب الإف واحد هكامل الدبليو هكاملها مع الإبصاي بتاع اليونت ديسبيسمنت اللي موجودة في بداية الممبر، اللي هي إحنا هتبقى كام؟ واحد ناقص ثلاثة في الكلام ده كده. بس نلاحظ بقى أنا مش حاطط هنا السالب، ليه مش حاطط السالب؟ لأن أنا قلت إيه؟ قلت أنا اللي أنا هحسبه ده أعتبره فيكسد إند مومنت، يعني اللي أنا هحسبه ده كده في الآخر هيطلع معايا كفيكسد إند مومنت، ودايماً إحنا عارفين أصلاً الفيكسد إند مومنت هيطلع بالشكل ده، يعني لو إحنا عارفين الفيكس اند مومنت بيبقى حاجه بالشكل ده كده، هنا مومنت عامل كده وهنا مومنت عامل كده وهنا الرياكشن اللي فوق. انا متوقع قبل اصلا ما احل متوقع وعارف ان الاحمال اللي هتطلع معايا هتطلع بالشكل ده بدون حتى ما ابص على الاشارات، بس هتلاقي الاشارات ظبطت معاك اصلا. ده كده كفيكس اند مومنت، انا مش حاطط هنا سالب، يبقى ده كده اسمه ايه؟ فيكس اند مومنت. يبقى انا عشان اجيب الايكوفالنت اند لود اخد العكسي للكلام ده. طيب هلاقي في الاخر ان الاف 1 طلعت معايا 18 على 5 طن لفوق، تمام زي ما انا كنت متوقع، عشان انا عارف ان الاحمال دي كفيكس اند مومنت بتبقى بالشكل ده كده، ده طالع لفوق وهنا عزم عامل كده وهنا عزم عامل كده وده اللي طالع لفوق برضه. ام واحد هنحسبها زي ما قلنا قبل كده تطلع معايا 24 على 5 طن متر موجب، يبقى بالتالي عامله كده اللي احنا لسه سائل عليها. نيجي نحسب اف 2 برضه موجبه لفوق، يبقى طالع لفوق، احسب ام 2 طلعت سالب، معناها بدل ما هي كده لا تعكس بقى تبقى كده لو احنا متوقعين انه فيكس اند مومنت. فعشان اجيب الكوفيدنت اند لود لا انا لازم اخد العكس له، يا اما كنت حاطط سالب ايه؟ سالب من البدايه، فانت تبقى فاهم بس الموضوع ده. خلاص ده الكوفيدنت اند لود اهو كده، معناه ايه بقى ده؟ ده كده معناه لو انا شلت الحمل المثلث ده، لو انا شلت الحمل ده كده شلته خالص وحطيت القوه دي اللي هي 18 على 5 وال 24 على 5 والكلام ده كده حطيته، هلاقي ان الديفورمد شيب نتيجه الاحمال المركزه دي هي نفس الديفورمد شيب نتيجه ايه؟ نتيجة الحمل المركز، الحمل الموزع ده. وطبعا له إثبات، له إثبات موجود في المذكرات يعني عن طريق الـ Virtual Work. طيب نمسك ده إيليمنت واحد، امسك إيليمنت اتنين في حمل مركز في النص، فأنت على طول حافظ إيه؟ إن هو بي ال على 8 كمومنت، ده كده الإيكوفالنت إند لود، أو اللي هو عامل كده ده، يبقى بي ال على 8 وبي إيه؟ وبي على 2. يعني المومنت بيقل على 8 والحمل اللي بيقل على 2. طيب عشان اجيب اللود فيكتور بقى الفريم بتاعنا كان عامل كده، تمام، فالايكوفالنت اند لود اللي انا جبتهم على البتاع ده تحت عامل كده وفوق كان عامل كده. لو احنا يعني ده كده لو انت وقفته هتلاقيهم عاملين ايه بالشكل ده كده، والقوة هنا عاملة كده والقوة هنا عاملة كده، وهنا بالنسبة للمنبر اللي هو الأفق كده هلاقي ان الكوفالنت اند لود عاملة بالشكل ده كده وعاملة هنا بالشكل ده كده، وهنا في قوة لأسفل كده وقوة لأسفل كده زي ما حسبنا. طيب انا عندي الكوفالنت اللود فيكتور نفسه عبارة عن عبارة عن مصفوفة، أنا بتاع ده عشان رسم ده الفريم ده رسمه من البرنامج بتاع البي دي اف، واللودز دي راسمها من البرنامج بتاع الريكورد نفسه اللي بيسجل، فلو أنا طلعت كده هلاقي الأحمال لسه مكانها مش مشكلة. أنا عندي اللود فيكتور ده عبارة عن إن في واحد اللي هو عدد الديجري أوف فريدم 5 في 1، فأول حاجة دي كده اللي هي بتقابل أنهي؟ بتقابل الروتيشن اللي موجود تحت. لو احنا نفتكر الديجري اوف فريدم اول رقم واحد فيهم ايه؟ اللي هو الروتيشن ده، فانت اللي في اتجاهه اللي في الاتجاه ده كده تاخده موجب، عكس الاتجاه ده كده تاخده ايه؟ سالب. فانت تحفظ ده عكس عقارب الساعه، واحنا اصلا عارفينهم، اصلا احنا اصلا عارفينهم حافظين الاتجاهات الموجبه. فنكتب هنا كده نشوف ايه المقابل ده كده اللي هو المومنت اللي هنا ده كده ماشي مع عقارب الساعه، وانا في الديجري اوف فريدم كان ايه؟ كان عكس عقارب الساعه، يبقى انا هكتب سالب. طب القيمه دي كده اللي هو الافقي هنا كده،
اللي هو الأفقي عند الجردل كده. فالأفق هنا بكام؟ بالقيمة دي اللي هي اللي هي كام؟ اللي هي 42.5. ما انت لو وقفت ده كده هيبقى رأس هنا كده، فهتلاقي القيمة دي ماشية في الاتجاه ده كده ب42.5 موجبة، عشان في نفس الاتجاه اللي انا فرضه فوق. ونمسك مثلا الرقم 3 ده، ده كده اللي هو الروتيشن، ده الروتيشن عند الجوينت دي كده، كنا فرضين برضو ان هو ايه موجب عكس عقارب الساعة كده بالشكل ده. فهنشوف هنا كده في النقطة دي كان فيها واحد عكس عقارب الساعة، اللي هو اللي جاي منين؟ اللي جاي من المنبر الرأسي اللي هو 6.25، ده عكس عقارب الساعة يبقى هاخده بالموجب. طيب لا، اللي مع عقارب الساعة اللي هو الأحمر ده كده اللي هو بتاع الجردر اللي هو بيقل على 8 اللي هو 10، يبقى ناقص 10. طيب نيجي نمسك الجوينت دي، هنا كده ما كانش فيه غير روتيشن بس، كان فيه روتيشن بس ايوه. فهنجي هنجيبه ازاي؟ هلاقيه عكس عقارب مع لا سوري عكس عقارب الساعة، يعني في نفس الاتجاه اللي انا فرضه اللي هو 6.25 اللي هو سوري بيقل على 8 اللي هو 10، يبقى موجب 10. طيب هنا كده في روتيشن؟ لا مفيش روتيشن اصلا، هنا اصلا كان الممبر ده اصلا ما عندوش لود خالص، تمام. فبالتالي كده ايه مظبوط. بعد ما جبنا البي وجبنا الكي اللي هو الستيفنس ماتريكس كلها الجلوبال، فهقدر اجيب اليو اللي هي عبارة عن اليو بتساوي الكي ماينس 1 في البي. هات الانفرس للكي اللي هي الماتريكس دي، هات الانفرس ليها واضربها في البي اللي هو اللود فيكتور، هتجيب في الاخر اليو بتساوي سالب 116 على الاي اي للكولوم، والرقم ده على الاي اي كولوم، والرقم ده على الاي اي كولوم، وهكذا. فبالتالي لو احنا لاحظنا هنلاقي القيمه دي سالبه، دي كانت بتاع ايه دي؟ اول قيمه في اللود فيكتور، قصدي في الديسبيسمنت فيكتور اللي هو اليو فيكتور ده، اول قيمه دي اللي كانت بتاع ايه؟ كانت بتاع الروتيشن هنا كده، اول قيمه هنا كانت الروتيشن اللي انا كنت فرضه عكس عقارب الساعه، فهو طلع سالب. معنى كده ان الممبر ده لما يحصل له ديفورميشن هيبقى بالشكل ده كده، يبقى ايه الزاويه دي هتبقى سالبه، حصلت مع عقارب الساعه عشان كده سالبه. طيب دي موجبه، يبقى فعلا اتحرك افقي من فوق من هنا. دي سالبه، يبقى الروتيشن ايه حصل مع عقارب الساعه. ودي سالبه، دي كانت بتاع ايه؟ كانت برضو حركه 1 2 3 4 5 اللي هما 5 ديجري فريدم. ده روتيشن، يعني ديت كانت روتيشن طلعت سالبة لأن هو الديفورم تشيب بتاعه دخل لجوه شوية، وديت طلعت موجبة عشان مشيت أفق، ودي سالبة عشان إيه عكس عقارب الساعة، بس هو لف مع عقارب الساعة وهنا لف برضه مع عقارب الساعة وهكذا، تمام. المهم عرفت أجيب اليوم. بعد ما جبت اليوم عايز بقى أجيب الفورسز اللي موجودة في كل إيليمنت، أجيبها إزاي؟ انا عارف ان كل اليمنت منهم عباره عن في معادله بتتحقق معاه اللي هي البي اللي هو البي بيساوي الكي في اليو، دي محفوظه اللي احنا اصلا جبنا، اصلا مش احنا جبنا اليو هنا، قلنا الكي ماينس 1 في البي، ما هي من المعادله دي. فانا لو خدت، لو انا عايز اجيب البي لوكال اللي هي الاحمال اللي موجوده في اللوكال بتساوي الكي في اللوكال مضروبه في الديسبيسمنت في اللوكال، تمام، مضروبه في الديسبيسمنت في اللوكال، فانا الكي في اللوكال هعرف اجيبها. انا الكي في اللوكال نمسك مثلا ممبر واحد مثلا اليمنت رقم واحد، فالبي بتاعته اللي هي البي بتاعته اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن القوه اللي بتعمل كومبريشن، ودي القوه اللي بتعمل شير، ودي القوه اللي بتعمل مومنت، ده في البدايه، وفي النهايه القوه اللي بتعمل نورمال، والقوه اللي بتعمل شير، والقوه اللي بتعمل ايه؟ مومنت. فبالتالي لو انا جيت ابص على الاكس، على الاكس 1 واي 1 والام 1 واكس 2 واي 2 ام 2، ممكن نسميهم ان 1 وكيو 1، ممكن نسميهم ان 1 وكيو 1 وام 1 زي ما انا عامل كده، يعني الاكس 1 هي الان 1، والواي واحد بتساوي الكيو واحد، والام واحد هي الام واحد، تمام. فهو اكس واحد واي واحد ام واحد، اكس اتنين واي اتنين ام اتنين. خلي بالك الاتجاهات دي لازم تبقى كده، يعني الاتجاهات دي لازم ده الموجب بتاعها، الموجب بتاع اللوكال اكسيز هو بالشكل ده كده، اكس واي ام نفس اللي احنا عارفينه، يعني اكس الاكس ده اللي هو نورمال طالع لفوق، والواي اللي هو ايه العمود عليه بيلف مع عقارب الساعة كلهم كمومنت. طيب
فالمفروض دلوقتي اللو القوة دي اللي هي اللودز دي بتساوي الكي اللي هي في اللوكال اكسيس مضروبة في اليو. طيب اللوكال اكسيس انا الاحظ ان انا كاتب كده ايه، لاغي منها صفوف، لاغي منها صفوف، لاغي منها عمود كامل هنا وعمود كامل هنا. هو مش بصفر، ده مش بصفر ولا ده بصفر، هو بالصدفة ده بصفر لكن ده مش بصفر. بس انا مش كاتبه ليه؟ مش كاتبه لان انا اصلا عارف ان اليو ده هتطلع ديت هيطلع فيها اول رقم بصفر، ثاني رقم بصفر، ورابع رقم بصفر. فعشان كده دايما الصف ده العمود ده دايما هيتضرب في الصفر، وده دايما هيتضرب في الصفر، وبرضه دايما هيتضرب في الصفر. عشان كده ايه ما كتبتهمش اصلا من الاول خالص. طيب اليو دي عايزين نجيبها، المفروض اليو دي عايزين نجيبها، فانت ليها طريقتين. ممكن تجيبها بالسنس، يعني ممكن تجيبها بدون ما تحسب اي حاجه، ممكن تبقى تكتب كده دي كده تبقى بقى. ممكن تكتب كده بالنظر، اليو دي كده عباره عن صفر وصفر، سالب 116 وصفر، وسالب 2496 على 5، وسالب 32. ممكن تكتبها كده بدون اي حسابات، لكن لو هتمشي سيستماتيك طبقا للخطوات الحل التمام يعني مظبوطه، فهي اليو، اليو اللي هي في اللوكال اكسيس، خلي بالك دي يو في اللوكال اكسيس، بتساوي بقى بتساوي التي اللي هو الترانسفورميشن للممبر نفسه مضروب في اليو اللي في الجلوبال اكسيس. وطبعا ال ال والام هتجيبهم للممبر رقم واحد، الممبر رقم واحد ال بتاعته بكام؟ بصفر، لان اكس على اكس ناقص اكس هيديك صفر ناقص صفر، والام هتديك واحد. فانت هتضرب التي ترانسبورتيشن ماتريكس هتضربها في اليو في الجلوبال اكسيس. طب اليو في الجلوبال اكسيس دي بكام؟ مش هنا كان عندنا قبل كده لما احنا كتبنا هنا صفر وصفر وواحد، يبقى تكتب هنا صفر وصفر واول قيمه في اليو، واول قيمه في اليو اللي هي رقم واحد. طيب يبقى هنا كانت صفر صفر وواحد. طب فوق هنا كان كام؟ فوق هنا كان اتنين وصفر وتلاتة. لو انت بصيت هنا على اللي موجود في ديجري اوف فريدم هتلاقي هنا كده ايه، اتنين وصفر وتلاتة. فتروح كاتب بعد ما تكتب صفر وصفر وواحد تروح كاتب ايه، الاتنين كان في اتنين، اتنين اللي هي بصفر، ما هي الاتنين تطلع بصفر، سوري مش بصفر، رقم 2 ب 2496. تمام، يبقى هكتب هنا 0 0 1، اول صفر خلاص ده كده بصفر، وثاني ده بصفر، الواحد ده اللي هو اول خانه في اللود فيكتور، في سوري في الديسبيسمنت فيكتور. طيب تاني نقطه دي اللي هي ايه، اللي هي كان عندها ديجري اوف فريدم، كاتبهم انا 2 و0 و3. طيب رقم 2 ايه، سالب او مش سالب، كان موجب 2496 على 5، يبقى نكتب هنا 2496 على 5. طيب وكان في صفر تاني، يبقى 2 0 3 نكتب صفر، وبعد الصفر ده نكتب اللي موجود في الخانه الثالثه، يبقى سالب 32. يبقى لو ضربت التي في اليو وجيب، هقدر اجيب اليو كديسبيسمنت فيكتور في اللول في اللوكال اكسيس، هيطلع معايا ايه، واحد على الاي اي كله مضروب فيه صفر صفر، سالب 116 صفر، سالب 2496 على 5، وسالب 32. طيب انا قلت ايه، ده ممكن تحسبها كده ايه سيستماتيك. انت هتيجي هنا تمسك الممبر ده، الممبر ده بدايته 0 0 1، اكتب 0 0 واول اول قيمه من اللود فيكتور، وهنا كان 2 0 3 يبقى اكتب 2 اللي هو تاني قيمه من اليو، والصفر اكتب صفر، والثلاثه اكتب تالت قيمه من اليو. طيب ممكن بقى انت تجيبها بالنظر ازاي بقى، بدل ما اقعد اضرب ده كده، انت اصلا الديسبيسمنت فيكتور في اللوكال اكسيس هو عباره عن اول قيمه بتبقى النورمال، فانا عارف النورمال هنا بصفر فهكتب صفر. تاني قيمه بتبقى الشير اللي في الاتجاه ده، انا عارف ان اصلا كده كده مفيش، مش الشير بقى، الديسبيسمنت في الاتجاه ده، الديسبيسمنت في الاتجاه ده، فانا عارف ان هي تطلع ايه بصفر اصلا، انا كده دي هنجل. طيب بعدين انا قلت اول حاجه، اول قيمه اللي هي الحركه الراسيه في الاتجاه ده اللي هي بصفر، تاني قيمه الحركه الراسيه في الاتجاه ده اللي هي ايه بصفر، طبعا نورمال وعمودي الحركه العموديه على الممبر. طيب تالت قيمه اللي هي دي كده هي عباره عن روتيشن في الاتجاه ده، فانت هتشوف هنا كده الروتيشن ده اللي هو كان ايه، كان رقم واحد، تمام، كان طالع معايا سالب 100 و16، بس انا كنت فرضه كام؟ كنت فرضه في نفس الاتجاه ده، يبقى هاخده زي ما هو سالب، لان انا اصلا فرضه في الديجري اوف فريدم فرضه في الاتجاه ده، وهو نفس الاتجاه اللي انا عايزه فيه، يبقى مظبوط كده. طب نيجي نشوف القيمه دي كده، الناحيه دي كده، اشوف القوه اللي فوق كده اللي هي كانت بكام؟ كانت بصفر اصلا، ما انا الحركه الراسيه كده تطلع معايا بصفر. طب وبعدين القوه اللي في الاتجاه ده، او مش القوه، الديسبيسمنت في الاتجاه ده اللي هي اني بقى، اللي هي رقم 2، انا 2 هناك كنت فرضها ايه، كنت فرضها في الاتجاه ده. يعني انا لو جينا نبص على الديجري اوف فريدم انا فرضها ايه، فرضها في الاتجاه ده،
فبالتالي هشوف هي كانت طلعت ازاي، طلعت بكام، هلاقي ان طلعت مجابهه، انا طلعت في الاتجاه ده فعلا، طلعت في الاتجاه ده، لكن انا في اللوكال اكسيز باخد اللي في الاتجاه ده، فاحط سالب، احط سالب لل 2496 على 5، يعني دي كده هاخدها هنا بالسالب. ليه بالسالب؟ لان انا في اللوكال اكسيز بعتبر الاتجاه ده هو الموجب، الاتجاه ده هو الموجب، تمام. بمشي المنبر كده دايما، المنبر كده باخد النورمال هنا كده وده كده وده روتيشن، وهنا برضو بمشي كده وهنا كده وده الروتيشن، تمام. فانت ممكن تجيبها بالسنس زي ما قلت كده، وطبعا لو حبيت تجيب الروتيشن ده، الروتيشن ده كان انا فرضه كده، تمام، وطلع معايا كام؟ طلع معايا بالسالب، بالسالب معناه ان هو فعلا كده. طيب وانا اصلا في الديجري وفي اللوكال اكسيس بتعامل مع الاتجاه ده هو الموجب، فبالتالي هتحط بالسالب عشان هو طلع ايه في العكس ده. لكن لو تمشي سيستماتيك اضرب التي في اللي هي الديسبليسمنت اللي موجوده في المنبر في البدايه والنهايه، 001 يبقى 00 القيمه الاولانيه، في النهايه ديت ايه كانت 203، يبقى هكتب القيمه الثانيه اللي هي 2 4 6 9 6 على 5، وبعدين اكتب 0، وبعدين اكتب الثالثه اللي هي رقم 3 دي بس. طيب انا كده جبت الايه، جبت اللي هي الايه اللوكال فورسز اللي موجوده لكل اللي موجود على المنبر، مثلا ايه رقم 1 ده، فالمفروض المنبر ده كان عليه احمال بالشكل ده كده، فكان له فيكسد اند مومنت، فانا طلع معايا اهو، طلع معايا لما ضربت الكي في اليو طلع معايا الشكل ده كده، ده كده هي الاحمال اللي موجوده في المنبر في البدايه والنهايه. لكن طالما المنبر ده كان عليه احمال خارجيه اللي هي الحمل الموزع ده، فلازم عشان اجيب القوه اللي بتاثر عليه فعلا لازم اجمع عليها الفيكس اند مومنت، يعني لازم عشان اجيب بقى الان والكيو والام والان والكيو والام الحقيقيه لازم اجمع عليها الفيكس اند مومنت عشان اصحح الحل بتاعي، لان انا قبل كده كنت واخد سالب، كنت واخد سالب الفيكس اند مومنت، مش انا لما جبت اللود فيكتور خدت معايا السالب الفيكس اند مومنت، يبقى لازم اجمع في الاخر خالص بعد ما اجيب القوه دي، لازم اجمع عليها بعد ما اجيب القوه دي لازم اجمع عليها ايه الفيكس اند مومنت. فانا جبت نفس الفكره برضو، الفيكس اند مومنت كان ايه، كان هو ده الفيكس اند مومنت، دي كانت 16 ودي كانت 533 ودي كانت 6.67 ودي كانت ده مش اللود فيكتور، ده سوري ده مش الفيكس اند مومنت، الفيكس اند مومنت احنا جبناه قبل كده، كان عامل كده هنا، وهنا كان القيمة هنا كده، وكان في قوة هنا كده، وكان في قوة هنا كده. فأنا هشوف دلوقتي أنا جبت الفيكتور ده كده أهو، عشان أجيب ال N دي واحد ديت هجمع، قلت إيه هجمع الجزء ده كده اللي هو فيكسد إند مومنت، فأول قيمة دي كده اللي هي الصفر، لأن أنا القيمة الرأسية، ما هو دي كده القيمة الرأسية اللي هي الإكس، الإكس واحد، فالإكس واحد ديت كانت بكام في الفيكسد إند مومنت؟ كانت بصفر. طيب الواي واحد اللي هي القوه دي كده كانت بكام في الفيكسد اند مومنت؟ كان يقابلها القيمه دي اللي هي كانت بكام، كانت ب 18 على 5، لو حبينا نرجع لها اهي كانت ب 18 على 5 كفيكسد اند مومنت، ده كوفالنت اند لود، يعني كفيكسد اند مومنت اللي هو العكس بتاع ده، وهنا برضو كانت ب 24 على 5 اللي هو المومنت، وطبعا مع الحفاظ على الاتجاهات، يعني تمشي مو الاتجاهات دي تمشي معاها مظبوط، وهكذا تطلع معاك في الاخر ال N وال Q وال M وال N وال Q وال M، تمام. طب نمسك element 2، element 2 هجيب ال U اللي هي في اللوكال اللي هي بتساوي T في ال U، فطبعا انا اشتغلت بالسنس بقى دلوقتي، بقى ايه مش هقعد اضرب مصفوفات كل شويه، فهلاقي في الاخر انا عندي الاول حاجه في ال U اللي هو الحركه دي كده، فدي جبتها ان طلعت ب 2 4 9 6 على 5، طبعا لما جبتها طلعت موجبه معناها ان هي فعلا في نفس الاتجاه ده، وده اصلا الموجب بتاع اللوكال الاكسيس يبقى مظبوط. طيب هنا ده اللي هو الراس اللي فوق فهو بصفر، انا اصلا عارف ليه بصفر عشان عملت اجنور للايه اجنورنج الاكسيال. طيب ده كده اللي هو المومنت الروتيشن اللي كان موجود هنا كده، انا كنت فارض ده موجب، ولو احنا نلاحظ طلع في الاخر ايه بالسالب معناه ان هو كان كده. طيب وانا اصلا عندي في اللوكال اكسيس الاتجاه الموجب بتاعي، الاتجاه الموجب هو ده، فهاخده بالسالب زي ما هو طلع معايا، وده كده اللي هو الديسبليسمنت هنا،
نفس القيمة اللي هنا، هي القيمة اللي هنا ليه؟ لأن أنا عملت نجلكت الأكسل انفورميشن، ودي المومنت اللي هو ال سوري مش المومنت، الكور الديسبليسمنت الرأسية هنا، وده الروتيشن هنا، طلع معايا في الاتجاه ده، فأنا الموجب بتاعي هو الاتجاه عكس عقارب الساعة، فعشان كده هو ايه سالب. الموضوع بسيط يعني، ممكن تلاقي اتجاهات كتيرة وهرية، لا هو بسيط خالص يعني، ممكن اصلا ما يهتمش اصلا بالاتجاهات كلها وتمشي سيستماتيك كده بدون اي اتجاهات، طبقا للقوانين هتطلع معاك مظبوطة يعني، بس لازم تبقى فاهم، لازم تبقى فاهم الجزء ده كده. وبعدين هجيب البي في اللوكال، ودي الكي في اللوكال، وده اليو في اللوكال اللي هو ايه اللي هو ده. هقدر اجيب الاحمال اللي موجوده في اللوكال بس بدون فيكسد اند مومنت. لازم بقى عشان اجيبها الحقيقيه بقى لازم ايه، لازم اجيب الاحمال الموجوده اجمع عليها الفيكسد اند مومنت زي ما عرفنا قبل كده، هيطلع معايا دي القوه الايه النهائيه. طبعا القوه دي النهائيه دي هنلاحظ دايما ان النورمال بيطلع معاك بكام؟ بصفر، سواء هنا وطبعا هنا برضو بصفر اهو، وكمان لو رجعت كمان برضو للممبر اللي قبليه هلاقي النورمال بتاعه بصفر، وهنا بصفر. ليه بقى بصفر؟ هنا هو بصفر. ليه بقى بصفر؟ لان اصلا عامل الاي اي عاملها بصفر، فلازم يطلع معايا النورمال بصفر. طب اجيب النورمال ازاي بقى؟ هجيبه بقى من ايه؟ لو انا هجيب الممبر، لو انا هجيب مثلا النورمال بتاع الممبر ده، هجيب الشير بتاع الممبر التاني ده، واخد الشير بتاع الممبر ده اخده كنورمال على الممبر ده. بمعنى هنا نيجي نمسك مثلا الممبر ده، هنلاحظ ان الممبر ده طلع فيه الكيو بستة فاصل ستة ستة سبعة، ده الكيو اللي هو القوة دي اللي هي طلعت تحت هنا بستة ستة فاصل ستة ستة سبعة، وفوق هنا طلعت بكام؟ بخمسة تلاتة وتلاتين، أي خمسة تلاتة وتلاتين. فالمفروض بقى عشان أجيب النورمال بتاع الممبر ده كده، هاخد الخمسة تلاتة وتلاتين دي وأعكسها على الممبر ده، فهي دي كده عبارة عن النورمال على الممبر ده كده، عشان أنا أصلا حاطط الإي بصفر زي ما قلنا. والشير بقى ده كده هاخده اعكسه هناك، هلاقيه هو النورمال بتاع الممبر ده كده. وطبعا هشتغل برضو على الممبر 3 بقى، بس هنلاحظ بقى ممبر 3 ما فيهوش فيكسد اند مومنت. ليه ما فيهوش فيكسد اند مومنت؟ لان هو اصلا كان ممبر كده ما عندوش اي احمال، الاحمال بس كانت على الممبر اللي هو ده وده. موضوع بسيط ما فيهوش اي تعقيد، بس هو اللي يتفاز لك فيه هيغلط، ما ينفعش حد يتفاز لك في بتاع الجزء ده بالذات. يعني انا قعدت اصلا تعبت فيه لما طلعت نواتك صح، اصلا حليت السؤال ده كم مره عشان اطلعه صح والله في الاخر. بس هو جيت ترسم المومنت هيطلع معاك المومنت بالشكل ده، والشير فورس دياجرام بالشكل ده، والنورمال فورس دياجرام بالشكل ده. زي ما قلت القيم دي كده جبتها منين؟ جبتها من لو القيمه دي كده جبتها من الشير بتاع الممبر ده، والقيمه اللي هنا دي جبتها من الشير بتاع الممبر ده، وطبعا القيمه اللي هنا دي جبتها، القيمه اللي هنا دي جبتها من الشير بتاع الممبر الراسي ده. طيب نمسك المنبر ده بقى ايه، نعدي عليه السؤال ده، نعدي عليه سريعا كده عشان ايه خدنا وقت كتير في السؤال الاولاني. ده كده فريم بالشكل ده كده، ده منبر رقم واحد، ده منبر رقم اتنين، ده منبر رقم تلاتة، والجوينت واحد اتنين تلاتة اربعة، وهنا الديجري اوف فريدم انا مسمي دي كده كده فيكسد، فبالتالي الجوينت دي مش هتتحرك لا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا هتلف، فصفر صفر صفر. طب النقطة ديت لا ينفع تتحرك افق، فاحنا حفظنا دايما ان اول رقم ده اول خانة دي بتاع الافقي، دي بتاع الرأسي، دي بتاع الروتيشن، يبقى واحد صفر اتنين، وهنا الافق هنا هو نفس الافق هنا، فدي برضو واحد صفر تلاتة. طبعا عرفنا الصفر ليه؟ صفر عشان قال لي نجلكت، فين اهي قال لي نجلكت الاكسي، وهنا صفر صفر صفر. طيب طبعا الاتجاهات دي كده انا عاملها دي اصلا بتاع اللوكال، الجلوبال اكسيس بتاع اللوكال اكسيس ده اللي هو في اتجاه الاكس، وده اللي هو في اتجاه الواي، وده اللي هو الروتيشن اللي هو بتاع الجلوبال اكسيس عاديه خالص. والاتجاهات دي لازم يعني انت لازم تبقى حافظ دول اللي هم بتاع اللوكال اكسيس، تبقى عارفهم كده ايه عشان تبقى فاهم ايه اللي طالع معاك وايه اللي مش طالع معاك. انت لما التزمتش بيهم ومشيت سيستماتيك بالترانسبوز هتطلع معاك نفس القيم، بس تبقى فاهمهم. طبعا الاليمنت رقم واحد ورقم ثلاثه نفس الطول ونفس الاي اي والكلام ده، فهيطلع معايا الكي لوكال هنا نفس الكي لوكال هنا. طبعا احنا عارفين ان من السؤال ده انا لما جيت قسمت الاي اي جلوبال على الاي اي، قصدي الاي اي جردر على الاي اي كولوم، طلع معايا 5 على 3، فهقدر برضه زي ما عملت المره اللي فاتت اعمل هنا بحيث ايه
ما كترش الارقام وكده. طيب المنبر رقم واحد ده هحسب له ال والام. طبعا ال هي عباره عن اكس ناقص اكس على ال، فالاكس بتاع النقطه دي هي نفس الاكس بتاع النقطه دي، فهي صفر ناقص صفر بصفر. وطبعا الام الواي 3 ناقص صفر على الطول 3 بيديني واحد، فهحسب الكي واحد واحد والكي واحد اتنين والكلام ده كله، هجيب اقدر اجيب الكي جلوبال زي ما جبتها قبل كده للممبرز اللي قبل كده. وطبعا دي كي واحد وتلاتة، كي بتاع الممبر رقم واحد وكي بتاع الممبر رقم تلاتة. انا مش جايب الكي اللوكال، او مش جايب، انا مش عارف انا مجبتهاش ليه، بس كده كده هحسبها اصلا، كده كده هضطر احسبها لما اجيب البي، لما احسب البي اللي هو الاند لودز في اللوكال اكسيس بتساوي الكي في اللوكال مضروبة في اليو في اللوكال، فكده كده هحسبها. فانا بقى ايه، بستسهل بقى بدل ما اكتبها هنا وبكتبها هناك، لا بكتبها هناك مره واحده وخلاص. طب الاليمنت رقم 2 الكي لوكال بتساوي الكي جلوبال، واحنا عرفنا ليه، عشان الاكس بتاعه او الاكس في نفس اتجاه الاكسس بتاعه. الفي سي تيبل هلاقي المنبر ده 0 0 0 1 0 2، والمنبر ده 1 0 2 1 0 3، والمنبر ده 1 0 3 0 0 0، نفس اللي انا قلته هو هو نفس بالظبط ده. طيب عشان اجيب اللي هو الكي ماستر اللي هو الهولو ستراكشر، هاجي بص على مثلا دي كي واحد واحد، الكي واحد واحد موجود فين؟ هلاقي هنا اهو، يبقى كي 4 4 لمنبر واحد اللي هي دي، خلصنا منها. هنا في كي واحد واحد لمنبر اتنين اللي هي دي، خلصت منها. نجي هنا هلاقي كي 4 4 لمنبر اتنين اللي هي دي، خلصت منها. نجي بقى نمسك بقى دي مع دي، فهلاقي كي واحد 4 لمنبر اتنين اللي هي دي، ونيجي بقى نمسك دي هلاقي دي كي واحد واحد لمنبر تلاتة، يبقى كده خلصت ايه من الكي واحد واحد. نمسك كي واحد اتنين واحد اتنين، يعني هنا اهو 4 6 لمنبر واحد دي، وهنا 3 4 لمنبر اتنين اللي هي دي، وهنا 1 3 لمنبر تلاتة اللي هي دي. لمنبر كام؟ انا بشتغل واحد اتنين، لا هي بس مفيش هنا واحد اتنين، سوري واحد اتنين، هنا 4 6 لمنبر واحد، تمام هي نفس مظبوطة ما فيهاش غلطة ولا حاجة. 1 6 لمنبر واحد، سوري 4 6 لمنبر واحد، و 1 3 لمنبر اتنين، وفي نفس الوقت في 3 4 لمنبر اتنين، من عندي هنا واحد واتنين اهي، وفي كمان واحد واتنين اهي، يبقى 3 4 لمنبر اتنين بالشكل ده. نجي دي طبعا 3 1 3، فلاقي موجود معايا 1 6 لمنبر 2 اهي، وموجود كمان معايا 4 6 لمنبر 2 اهي، وموجود كمان معايا 1 3 لمنبر 3. نمسك دي 2 2 هي 6 6 لمنبر 1، ورا 3 3 لمنبر 2. نيجي نمسك دي كده اللي هي 2 3، هلاقي 3 6 لمنبر 2، وهنا 3 3 هلاقيها 6 6 منبر 2، و3 3 منبر 3، تمام. هجيبهم عادي خالص، طبعا دول كده باخدهم من الجلوبال، وحد يروح ياخدهم من اللوكال، يعني ما حد دول كده، يعني الحاجات دي كده بتاع الجلوبال للممبر، الكيهات دي باخدها من الكي جلوبال للممبر، تمام. انا يعني هنا اللوكال بتساوي جلوبال، تمام، فكده كده اخدهم من هنا، انما هنا لازم اخدهم من الجلوبال. تمام. بعدين هجيب اليو كي من اسوان في البي بالماتلاب، البرنامج اللي انا كنت نزلته قبل كده ده، اللينك بتاعه موجود في على اليوتيوب. عندي هنا جيت، بعدين هجيب البي بقى لكل اليمنت، البي اللوكال لكل اليمنت، اليمنت واحد مثلا اللي تحته بصفر وام واحد، فالمفروض هجيب الاول ايه، المفروض الاول هجيب اليو، اجيبها اليو بتساوي تي، تي مضروبه في اليو، طبعا التي دي محفوظه ال ام سالب ام ال واحد، ال ام سالب ام ال واحد، وبعدين اضربها في اليو. اليو هنا بكام؟ اليو في الجلوبال بقى 0 0 0 1 0 2، فهكتب 0 0 0 الواحد ليه اول قيمه في اليو اللي هي دي، وبعدين 0 اهو 0 اهو، وبعدين 2 رقم 2 في اليو اللي هي دي، او ممكن نجيبها بالسنس زي ما قلت، بدل ما تقعد تتعب نفسك تقعد تضرب مصفوفات، هنمسك بدل ما نقعد نعاود هناك تاني نرسمها هنا. ده كده المنبر اهو، ده هو المنبر رقم واحد. فانا اول حاجه هكتب هنا، هكتب اللي هي الحركه الرأسيه فهي بصفر، وبعدين الحركه الافقيه دي ف
فهي بصفر لانها فيكسد، وبعدين الروتيشن برضو بصفر اللي هو ده. طيب هنا بقى نمسك الحركه دي كده بصفر برضو، لان انا اصلا عامل نيجلكت، وبعدين الحركه دي سوري يا كده يعني قلنا كده وكده وكده. طيب وقلنا اللي كده برضو دي بصفر برضو، يعني دي الصفر ده اللي هو ايه بتاع الحركة الرأسية دي. طيب نيجي نشوف الحركة دي كده اللي هي الرقم ده. طيب الرقم ده اخده بايه؟ اخده زي ما هو كده، كان طالع هنا بالموجب، كان طالع هنا بالموجب ليه؟ لان انا كنت فارضها، كنت ده كده كنت فارض اليو بتاعته في الاتجاه ده. لو احنا نفتكر كنت فارض اليو بتاعته في الاتجاه ده اهي، اللي هي انا مش راسمها بس دايما بفرضها في الموجب، تمام، دايما بفرضها في اتجاه الاكس، فانا فرضه في الاتجاه ده طلع موجب، لكن انا في اللوكال بحط العكسيه، فاخدها بايه؟ اخدها بالسالب. يا اما تشتغل بالشكل ده كده، لكن ده احسن، ده بيوفر عليك وقت وبتبقى فاهم. وبعدين ده ده كده اللي هو الروتيشن هنا كده، انا كنت فرضه في الاتجاه ده وطلع معايا ايه؟ طلع معايا بالسالب، فهحطه بالسالب زي ما هو، لان اصلا نفس الاتجاه بتاع اللوكال هو بتاع الجلوبال. وبعدين هجيب بقى عالي خالص، البي بتساوي ال بتساوي الكي اليو، اليو اللي هي دي، هيطلع معايا في الاخر القوه دي كده، تمام مظبوطه. وطبعا مفيش فيكس اند مومنت لان الاحمال كانت عند النودز، تمام. فطبعا دي كده بصفر، معناها القوه اللي هنا دي معناها النورمال اللي هنا بصفر. طبعا النورمال ده كده هيطلع بصفر، ليه؟ لان انا اصلا عامل اي 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 بصفر، وبالتالي هضطر اجيب النورمال ده من الشير بتاع المنبر الراسي. طيب نيجي نجيب القيمه دي، القيمه دي كده عباره عن اللي هو الشير في الاتجاه ده، والقيمه دي الروتيشن في الاتجاه ده اللي هو نفس ده هو ده. وبعدين الصفر ده زي ما قلت ده هو النورمال اللي هو اصلا ما باخدوش من هنا، اصلا بجيبه من الشير، ودي كده اللي هي الشير في الاتجاه ده، وطبعا بالسالب معناه ان انا هيبقى عكسه، يبقى هنا كده زي ما مرسوم، وده كده اللي هو المومنت المفروض الموجب بتاعه كده، ده الموجب، لكن هو طلع بالسالب يبقى ايه؟ يبقى في الاتجاه ده كده زي ما نرسم. ونفس الكلام ده هعمله في المنبر رقم 2، هضرب بيه برضو في اليو، اليو برضو اليو انا جبتها بالسنس، ما مش هقعد ارسم، مش هقعد اضرب كل شويه. فهو اليو بتاعتي ماشيه ازاي؟ عشان لو حابين نجيبها، حابين نجيبها، انا عندي المنبر بتاعي كنت فارض هنا كده، دي للحركه الافقيه، والراسيه كانت كده، والروتيشن كده، وهنا برضو كان في افق كده، والرأس كده، والروتيشن كده، تمام. فهنا كده همسك الأفقي بالرقم ده 225/4، وأنا كنت فرضها في الاتجاه ده، وهي موجب، موجب فعلا أهي، فهي مظبوط كده. ده كده اللي هو الرأسي اللي هو بصفر أصلا عشان مفيش أكسيال، وده الروتيشن اللي هو ده كده اللي هو أصلا طالع سالب من هنا كده، تمام، يبقى هاخد زي ما هو سالب عشان في الاتجاه نفسه بتاع اللوكا. وعادي خالص هجيب القوة الخارجية الأخيرة وهيطلع معايا بالشكل ده كده. وبعدين هجيب المنبر 3 برضه، هجيب له القيم بتاعته. طبعا انا ملاحظ ان انا الصف العمود ده كده انا كاتبه كله اكسات مش بصفر، انا كاتبه اكسات ليه؟ لان انا ده كده هيتضرب في القيمه دي، يعني ده كده هيتضرب في القيمه دي، فمش لازم اكتبه، انت توفر وقت وما تكتبوش. ده كده برضه هيتضرب في القيمه اللي هي الصفر اللي هي دي، فما تكتبوش. طب تمام، هرسم المومنت عادي بقى خالص، والشير والنورمال. السؤال رقم 3 ده نفس الفكره بالظبط، ممكن نقول بسرعة برضو، بس في تريكة صغيرة كده بسيطة خالص. يعني انت لما تيجي تحل السؤال ده، لما تحل السؤال ده انسى خالص، انسى السبرينج ده، انسى خالص الروتيشن السبرينج ده، ولا كأنه موجود، اتعامل مع دي هنج عادية خالص. وده كده دي كده اسمها ايه؟ السبورت دي اسمها، سيبك من اسمها، هي دي كده بتمنع الحركة، بتمنع الحركة الأفقية وبتمنع الروتيشن، تمام. يبقى بتمنع الأفقي والروتيشن، لكن بتسمح بالحركة الرأسية، تمام، بتسمح بالحركه الراسيه. لو حبيت طبعا اسمي الممبرز والكلام ده كله، ده ممبر واحد اكيد، وده ممبر اتنين، وده اللوكال بتاعه، وده اللوكال، وده الجلوبال اهو، وده الجلوبال، تمام. والدايمنشن موجود هنا 0 0 1 على النقطه دي، مفيش لا افق ولا راس، لكن في روتيشن. النقطه دي مفيش ولا افق ولا راس، ليه مفيش لا افق ولا راس؟ لان في نجلكت الاكس. طيب لكن في روتيشن طبعا مسمينا اتنين، وهنا مفيش افقي لكن في راس، ومفيش روتيشن، عشان كده خدت روتيشن بصفر، تمام. طبعا اعطيني الكي تي
واعطيني الاي اي بتاع الجردر واعطيني الاي اي بتاع الكولوم. هنا بقى ما ينفعش بقى اجيب نسبه من الاي اي جردر للاي اي كولوم. ليه ما ينفعش؟ لان انا كده كده اصلا الكي تي ده بيعادل الاي اي على ال او الاي اي على ال عامه، بيعادل دول يعني. فكده كده الميه دي هتتجمع على رقم ده على رقم من ده يعني وكده، فبالتالي مش هينفع اخد نسبه من دول يعني. مش مهم، بشتغل سيستماتيك يعني، الموضوع بسيط. طبعا الاتجاهات اللوكال اللي احنا حافظينها ايه، امشي كده وكده دي الموجبه. element واحد بقى اللي ام صفر واحد كي واحد واحد، يعني بحسب ال الكي جلوبال عاديه خالص، والكي لوكال انا كتبتها هنا اهو، الكي لوكال كتبتها هنا مش عارف كتبتها ليه بس كتبتها. طبعا دي مش دي صفار يعني، ليه صفار؟ لان انا عندي اصلا ده اي اي على ال فبصفر، وهنا كان في سالب اي على ال بصفر لان قال لي نجلكت. تمام، والاليمنت 2 الكي بتاعته اهي، الكي جلوبال في اليمنت 2 بتساوي الكي لوكال. ليه؟ لان الممبر ده الاكسس بتاعه موازي الاكس، فالكي لوكال بتساوي الجلوبال بالشكل ده كده. والفي سي تيبل زي ما احنا عارفين 0 0 1 0 0 2 اهو، 0 0 1 0 0 2 وبعدين 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 3 0. وهبدا بقى ايه، اجيب الاستراكشر ماتريكس او الماستر زي ما احنا عرفنا بنجيبها ازاي. بس بقى فين بقى ملحوظه بقى، احنا قلنا ايه؟ قلنا طنش طنش الكي بتاع السبرينج ده خالص. امتى بقى تضاف معاك الكي سبرينج ده؟ بيأثر في ايه؟ بيأثر في المومنت العامل هنا كده. انا في الاخر عندي درجات حريه هنا ايه؟ ما عنديش ولا افق ولا راس عشان دي هنجت، لكن عندي روتيشن هنا بالشكل ده كده. تمام، فالروتيشن ده كده بيتاثر بايه؟ بيتاثر بالكي سبرينج بتاع السبرينج ده. فدايما دايما دلوقتي الكي سبرينج ده بيأثر في درجة الحرية رقم كام؟ رقم واحد، دي اللي هي موجودة على النقطة دي اسمها كي واحد واحد. فدايما هتنسى ان في سبرينج موجود وهتجمعه على كي واحد واحد. مش هنا كان دي كده كي واحد واحد، دي كي واحد واحد، والواحد واحد كان بيقابل تلاتة تلاتة ممبر واحد، فهجمع على تلاتة تلاتة ممبر واحد، هجمع عليها الكي بتاع السبرينج. وانسى بقى، وانساه خالص بقى، ولا كأنه موجود في السؤال اصلا. خلاص يبقى كده هجمع على الكي 3 3 من بروح، هجمع عليها كي سبرينج بتاع التورشنال سبرينج، كي تورشنال سبرينج بس. والباقي بقى زي اي حاجه زي اللي فات بقى عادي خالص. البي هجيبه عادي خالص، طبعا البي عارفين ان هو بنجيبه عن طريق ان انا اجيب الفيكسد اند مومنت او بنجيب الايكوفالنت اند لودز. انا ما قلتش تقريبا، ما قلتش نجيبه ازاي المره اللي فاتت. هو عندنا المرة اللي فاتت كان في حمل مركز، فهو على طول اجيبه من الحمل المركز يعني. واليو بيساوي كي ناقص 1 في البي، وهمسك اليمنت واحد اجيب له الكي بتساوي البي بتساوي الكي في اليو، وطبعا اليو عارفين ان هي بتساوي التي في اليو. طبعا ما فيش اكس، ما فيش فيكس اند مومنت، وهجيب عادي خالص القوه بتاعتي عادي خالص بالشكل ده كده وارسم يعني. السؤال بعد كده انا حليته وفي غلطه في الارقام مش ظابطه، حليته مرتين والله واعد فيه ويطلع معايا نفس المشكله برضو، في غلطه في الارقام فما ظبطتش، ما وصلتش الارقام الاخيره صح. بس هو فكرته يعني، واللي يحله بقى يبقى يرفعها جروب او يعمل اي حاجه لان انا لسه ما حليتوش. انا عندي ده كده فريم، او ده كده عمود، ده كده عمود اهو ريجيد، حتى هتلاقي انا رسمه بلون بولت شويه عن الباقي ده. وده بقى كده ده كيبل، ده كيبل وده كيبل. يعني ايه كيبل؟ يعني النقطة دي كده متصلة بهنجت في العمود. بمعنى لو انا حبيت مثلا اوضح الموضوع ده شوية، الصورة مش واضحة كويس بس مش مشكلة. يعني معنى كده ان هنا كده في هنج، يعني زي هنج كده موصلة في العمود على طول. تمام، وهنا برضو موصلة في العمود عن طريق ايه؟ انترميديت هنج كده. معناها ايه بقى؟ معناها ان هنا كده مفيش مومنت. تمام، وطبعا يعني انا عاملهم اكنهم ترصات، هو كده الدكتور مش هقول لك عليهم، قال لك ده وده 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 كيبلز. كيبلز معناها ان هي عباره عن تراس ممبر، اكنه تراس ممبر. يبقى كده ده عمود اهو. طب حبيت بقى دلوقتي مثلا، طبعا هنسمي الممبر عادي خالص، واللوكال والجلوبال وكل حاجه مظبوطه. طيب نجيب مثلا ديجري اوف فريدم نعرفها، فالجونت دي ولا تتحرك افق ولا راس، لكن هتلف يبقى 0 0 1. دي لا تتحرك افق وراس وهتلف كمان، يبقى 2 3 4. ودي برده كذلك 5 6 7. هنا بقى ما تروحش بقى تاخد لي كمان درجه حريه هنا، ما ينفعش تاخد لي درجه حريه هنا ودرجه حريه. ليه بقى؟ لان ده كده تراس ممبر. فالتراس ممبر دايما احنا بنعمل ايه؟ ما بناخدش
مومنت عند النودز خالص. ليه؟ لان النودز مهما يحصل يعني مثلا اي تراس ممبر بالشكل ده كده هنا كده تمام، النقطة دي كده مش متصلة، يعني الزاوية دي كده مش متصلة فيكسيشن من هنا، لا ده على عكس الفريم. الفريم لو مثلا جبت اي احمال عليه كده هتلاقي الزاوية دي دايما 90، يعني بتحافظ على 90، لكن في التراس دايما الاحمال عند الجوينت تمام، فبالتالي مش هيحصل اي روتيشن هنا كده خالص، يبقى انت ما تحطش خالص اي روتيشن هنا. وبعدين كمان لو حبيت تحط روتيشن، لو انت عايز تحسب قيمه الروتيشن مش هيطلع كده معاك ما فيش روتيشن، بس هتلاقي الممبر ده لو في حمل هنا عمل روتيشن ولا حاجه، تلاقي الممبر ده دار بزاويه غير الممبر ده، لكن هو عامه ايه مش هناخد هنا ديجري اوف فريدم خالص. فانا دلوقتي عندي كام ديجري اوف فريدم؟ عندي 7. طبعا الاي اي للكولو معطيها والاي اي للكولو معطيها، معنى كده ناخد ايه؟ هاخد الاكسيال معايا في السؤال ده واعطي الاي اي للكيبلز، اكيد طبعا مش هيديك الاي اي للكيبلز لان انا مفيش عليها مومنت، مش هيكون عليها مومنت. فاجي امسك كل ممبر كده احسب له ايه؟ احسب له اللوكال والجلوبال للكي بتاعته. طيب فاجي امسك ممبر واحد وممبر اتنين، طبعا الممبر ده اتجاهه اللوكال بتاعه كده وهنا كده، فبالتالي اللوكال بتاعه زي اللوكال بتاع ده هو اللوكال بتاع ده، والجلوبال بتاع ده هو الجلوبال بتاع ده. فانا جبت الواحد واتنين مره واحده، الكي لوكال لممبر واحد هيطلع معاك بالشكل ده، عوض فعوض في الاي اي على ال والاي اي، و12 اي اي على ال تكعيب، وهنا 6 6 اي اي على ال تكعيب، والكلام ده كله 6 اي اي على ال تربيع اسف. وطبعا هجيب الكي جلوبال، هجيبها ازاي؟ هجيب اللي هنا كانت كي واحد واحد ودي كانت كي واحد اتنين، وهتعوض عادي زي ما انت عرفت قبل كده. امسك ممبر 3، ال بتاعته اجيب ال بتاعته ازاي؟ ممبر 3 هو ده، فال بتاعته عباره عن اكس دي ناقص اكس دي على ال الاكس بتاع النقطه دي ناقص اكس بتاع النقطه دي على ال، او الزاويه دي كوساين الزاويه دي اللي هي كوساين 45 ب 1 على جذر 2، والام برضو بوساين 45 على 1 على جذر 2. وهجيب بقى الكي، نفتكر بقى بتاع التراس قبل كده، الكي بتاع التراس في اللوكال كانت اي اي على ال مضروبه ب 1 سالب 1 سالب 1 1 اللي هو الشكل ده كده، والجلوبال دي كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي التي ترانسبوز في الكي اللي هي اللوكال في التي تاني، بس احنا طبعا كنا حافظين القانون الاخير ده، كنا حافظينه بحيث يسهل علينا الايه الحل، مش هنقعد نضرب كل شويه. يبقى خلاص كده ايه، جبت الكي لوكال والكي جلوبال اهي. انا كتبت بس القانون بس عشان الناس تفتكر هو جه منين، لكن هو القيم بتاعته الاخيره. وكذلك بقى اليمنت 4 وهجيب اليمنت 5 واليمنت 6 بالشكل ده كده عادي خالص. طيب نيجي نمسك، لما نيجي بقى نرسم الفي سي تيبل، او نجيب الفي سي تيبل، ما ينفعش تجيب الاليمنت دي كلها مع بعضها هنا، ما ينفعش تعمل ليها نفس الفي سي تيبل. ليه ما ينفعش اعمل نفس الفي سي تيبل؟ لان انا لو عملت نفس الفي سي تيبل هلاقي ممكن ممبر مثلا 3 ده ممكن تلاقيني بحسب له كي مطلوب، يعني اجيب له كي 5 5، هو اصلا اخره 4 في 4، هو اصلا اخره 4 في 4. اي تراس اليمنت الكي الكي بتاعته في جلوبال 4 في 4، فتلاقي ممكن لو انت خليت الاثنين مع بعضهم في حاجه واحده ممكن تلاقيه بحسب له كي 5 5 و 6 6، هو اصلا اخره 4 4. وممكن على فكره تشتغلها عادي، ممكن تجيب ده وتحطه هنا وتشتغلها، بس تبقى فاهم بقى ان الكي 6 6 ديت المقصود بيها هي الكي 4 4، لان انا بعتبر يعني انت المصفوفه اصلا بتاع الجلوبال دي المفروض بيبقى فيها لو 6 في 6 بس في فيها دي 6 في 6 بس في فيها صفين بصفار وعمودين بصفار، فانت لو جبت كي 6 6 6 تبقى فاهم ان هي بتاع اللي هي بتعمل تكافئ 4 4. لكن احنا هنشتغل زي ما المعيد قال، المعيد قال لك ايه؟ اعمل يو في سي فيزيتيبل للفريم لوحدي والتراس لوحدي او الكيبلز لوحديها. فطبعا الفريم سهل، واحد واثنين اهو، ممبر 1 0 0 1 ونهايته 2 3 4، وممبر 2 2 3 4 ونهايته 5 6 7. نمسك بقى الفيستيبل بقى بتاع ايه؟ بتاع الكيبلز. ممبر 3 و4 و5 و6، 3 ده بدأ 0 0 هنا 0 0 وبينتهي في ايه بقى؟ بينتهي تروح بقى لما ينتهي ما تروحش تاخد معاك المومنت في النهايه، لان انا كده في النهايه انا عارف المومنت ده او الروتيشن ده هيطلع معاك بصفر طبقا للكيبل نفسه، لكن هو له قيمه على العمود نفسه، له قيمه على العمود، العمود ممكن الاحمال ممكن تخليه يعمل كده.
فهلاقي في روتيشن هنا، لكن طبقا للكيبل نفسه لا، ما فيش اخر روتيشن. فلما اجي اكتب الفي سي تيبل بتاع الممبر رقم 3 ده، هكتب صفر هنا، صفر صفر، وفي الاخر كده اكتب ايه؟ اكتب 2 3 بس، ماليش دعوه بالاربعه. وهنا هكتب صفر صفر، هكتب في الاخر كام؟ 5 6، وهكذا. صفر صفر 2 3 صفر صفر، صفر صفر 2 3 صفر صفر 5 6، وهكذا. هكمل الفي سي تيبل. اجي بقى نركز بقى في الحته دي، او كويس ان الاثنين جم تحت بعضيهم كده. طبعا مش عارف هتشوفه ولا لا. تمام كده. نمسك مثلا الكي واحد واحد، هاجي ابص على الواحد موجود فين؟ نصور كمان كمان مرة. تمام، نمسك مثلا كي واحد واحد، هلاقي ان الواحد موجود هنا اهو، فاخد كي تلاتة تلاتة منبر واحد. في موجود واحد تاني في اي مكان تاني؟ لا مفيش. طب نمسك مثلا كي واحد اتنين، مفيش. الواحد اصلا مش موجود غير في المنبر رقم واحد بس، فانت ما ايه، ما تتعبش نفسك، الواحد مش موجود غير هنا بس. فانت مش اي الصف ده كله كده اللي فيه واحد ده مش هيتاخد غير من هنا، فانت ما تتعبش نفسك وتبص عليهم كلهم، تاخد بس ايه من الصف ده. كي واحد واحد يبقى تلاتة تلاتة منبر واحد، كي واحد اتنين يبقى تلاتة اربعة منبر واحد، كي واحد تلاتة يبقى تلاتة خمسة من تلاتة خمسة منبر واحد، كي واحد ستة مفيش واحد مع ستة مش موجود، يبقى خمسة صفر، وسبعة والتمانية صفر برضه. لا سوري، مش هما سبعة أصلا، سبعة سبعة أصلا، مفهومش هما تمانية. كي واحد واحد عرفنا تلاتة تلاتة منبر واحد، كي واحد اتنين تلاتة أربعة منبر واحد، كي واحد تلاتة تلاتة خمسة منبر واحد، كي واحد ستة بصفر، كي واحد كي واحد ستة فين؟ مفيش. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، مظبوط. أنا مش عارف متعب نفسي، مظبوط. طيب نمسك الخانة دي كي اتنين اتنين، فهاجي امسك كي اتنين اتنين، هلاقي أول حاجة نشيل الحاجات دي، كي اتنين اتنين هلاقي اتنين اتنين هلاقيها موجودة هنا، فاخد أربعة أربعة من بر واحد، يبقى خلصنا من دي. هلاقيها موجودة هنا تاني، يبقى اخد واحد واحد من بر اتنين، خلصنا من دي. هلاقيها موجودة هنا اهو، هاخد تلاتة تلاتة من بر تلاتة، هلاقيها موجودة هنا. هلاقي برضو موجودة هنا اهو، هاخد تلاتة تلاتة من بر خمسة، يبقى خلصنا من ده كده. نمسك مثلا كي اتنين تلاتة، هلاقي موجود هنا أربعة خمسة من بر واحد اللي هي دي، هلاقي موجود هنا واحد اتنين من بر اتنين اللي هي دي، هلاقي موجود هنا تلاتة أربعة من بر تلاتة، وتلاتة أربعة من بر خمسة، وهكذا. هكمل المصفوفة عليه خالص زي ما احنا عرفنا قبل كده. بس بقى المفروض بقى أكملها وقت الدول بقى. طبعا أنت بتكتب بقى كلمة كتيرة بقى، فممكن تغلط في رقم وأنت بتكتب في المصفوفة دي، مثلا تنقل مش رقم غلط ولا بتاع. بعد ما تجيب بقى المصفوفة دي، المفروض تجي تضرب الكي ماينس 1 في البي لود فيكتور. اللود فيكتور سهل، هو لود فيكتور هيبقى عبارة عن متجه واحد في سبعة، أول رقم فيه هيبقى صفر. يعني لو حبينا نكتب لود فيكتور، أول رقم فيه هيبقى صفر، اللي هو مقابل الواحد ده بصفر. الاتنين أهو الأوفو كده هيبقى عشرة، تلاتة اللي هو الرأسي مش موجود كمالي يبقى بصفر، أربعة اللي هو الروتيشن مش موجود كمالي يبقى بصفر، خمسة اللي هو الأفقي يبقى خمسة طن مقابل خمسة طن، رأسي اللي هو ستة بصفر، سبعة اللي هو الروتيشن بصفر، يبقى أول لود فيكتور إيه؟ هي القيم دي. بس اللود فيكتور ده المفروض ده هجيب الكي ماينس 1 وأضربها في البي، هجيب اليو، وبعد ما أجيب اليو عادي خالص هجيب اليو لكل ممبر اللوكال اللي هي عبارة عن التي في اليو جلوبال. وطبعا عرفنا بتجيب التي اليو جلوبال ازاي، وممكن اصلا تجيب اليو لوكال اصلا ممكن تجيبها بالسنس زي ما قلنا. وبعدين هجيب بقى البي في اللوكال اللي هي بتساوي الكي في اللوكال مضروبة فيه اليو في اللوكال عادي خالص زي قبل كده. وبعدين لو في فيكسد اند مومنت هجمعه، مفيش هنا كده اصلا مفيش ليه، لان الاحمال عند الجوين بس، وهجيب الاحمال وارسم الباقي يعني. طبعا في كمان سؤال اللي هو السؤال ده، السؤال ده برضو سهل يعني ما فيهوش حاجة. ان شاء الله هحاول احلهم بقى وارفعهم على الجروب. السلام عليكم ورحمة الله.